صباح الخير. بنرحب بحضراتكم في ندوة إعلان نتائج تقرير التنافسية العالمي لمصر لعام 2017-2018 وعرض مرصد التنافسية لقطاع السياحة. هنبدأ بالجلسة الافتتاحية وكلمات الترحيب من مستر عمر مهنا، رئيس مجلس إدارة المركز المصري للدراسات الاقتصادية، ومستر سيف فهمي، رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني المصري للتنافسية. ويتليها مباشرة الجلسة الأولى بعنوان تقرير التنافسية العالمي لعام 2017-2018، ويدير الجلسة مستر عمر مهنا. صباح الخير جميعا. يسعدني أن أرحب بكم في الجلسة الافتتاحية لهذه الندوة التي يعقدها المركز المصري للدراسات الاقتصادية بالتعاون مع المجلس الوطني المصري للتنافسية، والتي سيتم فيها إعلان نتائج تقرير التنافسية العالمي لعام 2017-2018 فيما يخص مصر. وقد تعودنا على عقد هذه الندوة سنويا، وسيتم أيضا خلال اليوم في الجلسة الثانية تقديم عرض لمرصد التنافسية لقطاع السياحة ومناقشة أهم الجوانب الخاصة بالقطاع ككل. الحقيقة المركز المصري للدراسات الاقتصادية هو الشريك الوحيد في مصر للمنتدى الاقتصادي العالمي World Economic Forum معروف بواف، وبالتالي تقع على المركز مسؤولية كبيرة في جمع واستيفاء بيانات استمارات الاستبيان الخاصة بالعينة بعد تحديدها، ثم يقوم المنتدى بتحليل البيانات وإعادة نتائجها النهائية للمركز ليتم إعلانها في الوقت الذي يحدده المنتدى. الوقت ده أصبح اليوم، وبالتالي سيتم خلال الجلسة الأولى إعلان نتائج التقرير الذي أشرنا إليه من خلال عرض يقوم بتقديمه الأستاذ خالد وحيد من المركز المصري للدراسات الاقتصادية، يتناول بالشرح منهجية جمع البيانات الخاصة بتقرير التنافسية وأهم ملامحها، ثم يتم إلقاء الضوء على ترتيب مصر في مؤشر التنافسية العالمي ومناقشة أهم النتائج بمشاركة مجموعة الخبراء المتخصصين اللي بيسعدني استضافتهم، هم كلنا ممثلين معانا على المنصة، هم الحقيقة يعني في غنى عن التعريف، الدكتور زياد بهاء الدين، الدكتور حسام بدراوي، الدكتور أحمد فكري عبد الوهاب، سيف فهمي صديق العزيز، مش معناه من الاخرين مش اصدقاء يعني، والدكتور عبد اللطيف، هينضم لنا في وقت لاحق المهندس طارق توفيق. والان احب ان انا ادعو الحقيقه الاستاذ خالد وحيد لاعلان نتائج تقرير التنافسيه للعام 17-18 فيما يخص مصر. شكرا عمر بيك. صباح الخير جميعا. احنا اليوم هنعرض نتائج تقرير التنافسية لمصر ان شاء الله، وهنبدأ بثلاث نقاط رئيسية. الاول هنبدأ نبذة حول تقرير التنافسية والجديد في تقرير التنافسية ومواطن الضعف، ونظرة تفسيرية على ترتيب مصر في مؤشر التنافسية العالمي. نبذة حول تقرير التنافسية. الحقيقة تقرير التنافسية مبني على جزئين أساسيين. الجزء الأول هي البيانات الإحصائية من وكالات دولية، والجزء الثاني هو استطلاع رأي بيعمله المنتدى الاقتصادي العالمي الويف، وبيبعته لشركائه في كل دول العالم، زي ما قال عمر بيك مهنا إنه الشريك الرئيسي الشريك الوحيد ليه في مصر هو المركز المصري للدراسات الاقتصادية. المركز المصري للدراسات الاقتصادية مطلوب منه أنه يجمع الاستبيان ده ويعمل عينة من 100 شركة تعكس كل القطاعات المختلفة في الناتج المحلي الإجمالي، وتمثل جميع أحجام الشركات، وتكون الشركات نصها مكررة، بمعنى أنها كانت تعامل معها الاستطلاع الرأي الأعوام السابقة، و50 شركة منها شركات جديدة،
وتكون choosing randomly. مين اللي يجيب على استطلاع الرأي بتاع التنافسية؟ هو استطلاع الرأي بتاع التنافسية معمول للقطاع الخاص فقط لا غير، يجيب عنه الرئيس التنفيذي للشركة أو واحد من أهم 5 key players موجودين في الشركة، يعني مش لا يشمل الموظفين الحكوميين، الموظفين في الجهات الحكومية ولا الوزارات. الحقيقة مؤشر التنافسية بيقسم الدول لثلاث مراحل تنموية، المرحلة الأولى اللي هي تقوم على عناصر الإنتاج، والمرحلة الثانية اللي هي تقوم على الكفاءة، والمرحلة الثالثة اللي هي تقوم على الابتكار. المرحلة الأولى اللي هي بيعتمد اقتصاد الدولة فيها على عمالة غير ماهرة والموارد الطبيعية. أما المرحلة الثانية اللي هي الدول التي تقوم على الكفاءة، تقوم على تطوير عمليات إنتاج أكثر كفاءة وزيادة جودة المنتج. أما المجموعة الأخيرة اللي هي innovation driven، هي أفضل الدول اللي هي تستخدم عمليات إنتاجية أكثر تطوراً وإنتاج وابتكار طويل جديد وابتكار طرق جديدة للإنتاج. دول العناصر زي ما قلنا حضراتكم إنه التقرير التنافسية بيقسم الدول لثلاث مراحل. الدول التي تقوم على عناصر الإنتاج منها بنغلاديش، الهند، كينيا، باكستان، اليمن، أثيوبيا. في مرحلة انتقالية بين عناصر الإنتاج، بين دول عناصر الإنتاج ودول تقوم على الكفاءة. في المرحلة الانتقالية دي فيها الجزائر والكويت وأوكرانيا وفيتنام. أما الدول التي تقوم على الكفاءة هي مصر، البرازيل، الصين، إيران، أندونيسيا، الأردن، تايلاند. أما المرحلة الانتقالية، في مرحلة انتقالية تانية بين الدول التي تقوم على الكفاءة والدول التي تقوم على الابتكار، فيها الأرجنتين، ماليزيا، لبنان، عمان، السعودية وتركيا. أما المرحلة الأخيرة اللي فيها البحرين وإسرائيل وألمانيا وإنجلترا وأمريكا وقطر والإمارات. الحقيقة المنتدى التنافسية العالمي بيقسم الدول على ثلاث مراحل تنموية دول على أساس نصيب الفرد في الناتج المحلي الإجمالي. يعني مثلا المرحلة الدول اللي في المرحلة الأولى التي تقوم على عناصر الإنتاج هي أقل من $2,000، والدول التي تقوم على الكفاءة من $3,000 ل$9,000، والمرحلة الثالثة اللي الدول التي تقوم فيها على الابتكار بيكون فيها من $17,000 فما أعلى. حساب مؤشر التنافسية، إزاي بيتحسب مؤشر التنافسية؟ مؤشر التنافسية فيه 114 مؤشر فرعي، وبعدين كده بيتجمعوا بيبقوا في 12 ركيزة، وبعد كده بيتجمع ال 12 ركيزة بيبقوا في 3 مؤشرات رئيسية، وبعد كده بيطلع المؤشر التنافسي، مؤشر التنافسية العالمي. المؤشرات الرئيسية الثلاثة هي المتطلبات الأساسية، محفزات الكفاءة، وعوامل تطور الابتكار، تطور الأعمال والابتكار. الركيزة المتطلبات الأساسية فيها المؤسسات والبنية التحتية والمناخ الاقتصادي الكلي والصحة والتعليم. أما محفزات الكفاءة فيها ركيزة التعليم العالي والتدريب وكفاءة أسواق السلع وكفاءة سوق العمل وتطور أسواق المال والاستعداد التكنولوجي وحجم السوق. أما الركيزة الثالثة اللي هي عوامل تطور الأعمال، في تطور الأعمال والابتكار. الحقيقة المراحل التنموية دول المؤشرات الأساسية الثلاثة بتقسم الدول فيها على أوزان، على كل ثلاث مراحل تنموية على أوزان. الوزن المتطلبات الأساسية في الدول التي تقوم على عناصر الإنتاج هي 60%، ووزن محفزات الكفاءة فيها 35%، ووزن الابتكار وتطور الأعمال فيها 5%. أما المرحلة الثانية، في مرحلة انتقالية بين الأولى والثانية، والمرحلة الانتقالية الثانية اللي هي تقوم على الكفاءة فيها 40% وزن المتطلبات الأساسية و 50% وزن محفزات الكفاءة و 10% وزن الابتكار وتطور الأعمال. أما الدول التي تقوم على المرحلة الثالثة هي 20% وزن المتطلبات الأساسية و 50% وزن محفزات الكفاءة و 30% وزن الابتكار وتطور الأعمال. إيه هو الجديد في تقرير التنافسية ومواطن الضعف في أسلوب التقييم؟ أولاً، من كل سنة لسنة استطلاع الرأي بيجي للمركز المصري للدراسات الاقتصادية، وبنتريس الأسئلة بنلاقي فيه أسئلة جديدة في استطلاع الرأي. مثلاً في الأسئلة الجديدة، مثلاً من ضمن الأسئلة الجديدة على سبيل المثال، ما مدى كفاءة خدمة البريد؟
بيبقى فيها سكور من 1 to 7 غير فعالة على الإطراق أو فعالة للغاية. ومثال تاني من الأسئلة الجديدة: ما مدى تبني حكومتك لرؤية طويلة الأمد؟ لا توجد رؤية طويلة الأمد أو توجد رؤية طويلة الأمد. مواطن الضعف في أسلوب التقييم: أولا الاستطلاع الرأي ده مبني على آراء شخصية فقط لا غير، يعني لا يعكس بيانات حقيقية. الحاجة الثانية، في بعض الأسئلة تتسم بالتخصصية الزايدة، مثلا كمثال: كيف تقيم السياسة الزراعية؟ السياسة الزراعية دي عشان أعرف أنا أجاوب السؤال ده لازم أكون أنا متخصص ومتبحر في السياسة الزراعية عشان أقدر أجاوب 100% صح على إجابة السؤال ده. في بعض عينة من الأسئلة بتشمل شقين، شق كمثال مثلا: كيف تقيم جودة الرعاية الصحية العامة والخاصة؟ هم دول سؤالين يعني، العامة والخاصة، فهو بيديك إجابة واحدة، وده طبعا الإجابة طبعا مش هتطلع مظبوطة 100% لأنه بيسأل عن شقين. وفي سؤال تاني بيسألك عن ما مدى جودة شمولية وحياة البنية التحتية؟ طب البنية التحتية مدرجة فيها تحتها 1000 حاجة، فأنا ما أقيم البنية التحتية أوفر أول أكيد هيكون تقييمي مش لو أنا قيمت البنية التحتية 1 by 1. في بعض الأسئلة تتسم بالغرابة، رغم أنه في بيانات دولية واضحة عنها إلا أنهم في استطلاع الرأي بتاع التنافسية بيسألوا عنها برضو، زي ما هو حجم السكان الراشدين الحاصلين عن شهادة جامعية، أنه البيانات دي موجودة في وكالات دولية وواضحة وبالأرقام، لكن هم بيسألوا الأسئلة دي في استطلاع الرأي. هندخل في البيانات بتاع النظرة التفصيلية على ترتيب مصر في تقرير التنافسية. هنتكلم عن ترتيب مصر في تقرير التنافسية وأداء مصر في المؤشرات الفرعية وتقييم مصر في الركائز الـ 12 بالمقارنة بمتوسط الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفضل وأسوأ المؤشرات والمعوقات التي تواجه أداء الأعمال. أول حاجة ترتيب مصر في مؤشر التنافسية الرئيسي. الحقيقة احنا السنة دي تحسننا عن السنة اللي فاتت، كان ترتيبنا السنة دي وصل لـ100 من 137 دولة والسكور بتاعنا 3.9، هو أفضل من السنة اللي فاتت، أفضل من السنة اللي فاتت. بس الحقيقة بالنسبة لمقارنتنا بالدول اللي موجودة معنا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا احنا ما تحسناش يعني تحسناش أو يعني لسه بعد يعني في المراكز الأخيرة بعدنا لبنان واليمن، على العكس طبعا دول زي الامارات وقطر في المراكز الاولى. طبعا في احنا قلنا ان الدول بتتقسم لمراحل تنمويه، المرحله التنمويه بعض الدول اللي معانا في المرحله التنمويه احنا برضو فيش تحسن، عدم حدوث تحسن عن السنه الماضيه، لانه زي عدم حدوث تحسن لسه احنا في المراحل الاخيره زي ما كنا السنه اللي فاتت في نفس المرحله، في نفس مع الدول اللي فيها في نفس المرحله التنمويه. أداء المؤشرات الفرعية، الحقيقة إحنا بنشوف إحنا وصلنا إزاي لـ100 في السنة دي. عندنا 3 مؤشرات رئيسية: مؤشر المتطلبات الأساسية، ومؤشر محفزات الكفاءة، ومؤشر عوامل تطور الأعمال والابتكار. إحنا الحقيقة تحسننا في مؤشر المتطلبات الأساسية، وصلنا لترتيب 106 من 117 العام الماضي، وسكور 4 من 3.8 العام الماضي. أما اللي فيه تحسن ملحوظ فهو مؤشر محفزات الكفاءة، وصلنا لترتيب 87 مقابل 100 السنة العام الماضي، وسكور 3.9 مقابل 3.7 العام الماضي. أما مؤشر عوامل الكفاءة والأعمال والابتكار فإحنا كان ترتيبنا فيه 101 السنة دي مقابل 111 العام الماضي. الحقيقة إنه المتطلبات الأساسية دي فيها مجموع فيها 12 ركيزة، إحنا تقدمنا في معظم الركائز، بس التقدم ده ما يعكسش إن إحنا لأنه في ما يعكس إن إحنا تقدمنا في كل المؤشرات الفرعية، لأنه مثلا المؤسسات دي فيها 21 مؤشر فرعي، فإحنا تقدمنا مثلا من 3.6 لـ3.9 حاجة يعني 0.2 or 0.3، ده حاجة ضئيلة جدا على 21 مؤشر فرعي. وكذلك معظم المؤشرات أو الركائز الـ 12 تقدمنا فيها بـ 0.2 or 0.3 or 0.4. تقييم مصر بالنسبة للشرق الأوسط،
وشمال أفريقيا. اللون الأزرق ده لون مصر، والجري ده لون الشرق الأوسط. لو بصينا في الجراف بتاع 2017-2018 هنلاقي فيه تطور ملحوظ في في الركيزة بتاع تطور سوق المال، وتطور طفيف في حجم السوق. أفضل المؤشرات اللي فيها المؤشرات الفرعية كلها تقدمت هو تطور أداء السوق، وكان تقدمنا فيها ملحوظ، كان ترتيبنا 77 من 111 العام الماضي. أسوأ المؤشرات، هنخش بقى في الركيزة الأولى من أسوأ المؤشرات، هنلاقي حماية حقوق الملكية الفكرية وشفافية سرعة السياسات الحكومية من أسوأ المؤشرات. أسوأ المؤشرات معنى أنه ترتيبها في ترتيبها من 121 ل 137. هنلاقي حقوق الملكية الفكرية وشفافية صنع السياسات الحكومية للأسف من أسوأ المؤشرات الموجودة عندنا السنة دي والسنة والعام الماضي في تقرير التنافسية 2016-2017. لو جينا للركيزة الثالثة اللي هي مناخ الاقتصاد الكلي، هنلاقي عجز ميزانية الحكومة ومعدل الادخار القومي ومعدل التضخم والدين الحكومي من أسوأ المؤشرات اللي موجودة عندنا في تقرير التنافسية السنة دي وتقرير التنافسية العام الماضي. وكمان معدل التضخم معانا من أسوأ المؤشرات من 2010-2011 قبل الثورة. هنيجي للركيزة رقم 4 اللي هو الصحة والتعليم الأساسي، هنلاقي جودة التعليم، مؤشر جودة التعليم الأساسي من أسوأ المؤشرات موجودة عندنا السنة دي وتقرير التنافسية السنة الماضية، وبرضو معانا من 2010-2011 تقرير التنافسية 2010-2011. هنيجي للركيزة رقم 5 اللي هو التعليم العالي والتدريب، هنلاقي للأسف جودة نظام التعليم، جودة مواد الرياضيات والعلوم، جودة كليات الإدارة والإتاحة المحلية لخدمة التدريب المتخصص، دول من أسوأ برضو المؤشرات في الركيزة رقم 5 هذا العام والعام الماضي، وبرضو في المتكررين معانا من 2010-2011 فيما عدا الإتاحة المحلية لخدمة التدريب المتخصص. لو جينا للركيزة رقم 6 اللي هي كفاءة السوق، هنلاقي الجمارك من أسوأ المؤشرات اللي موجودة عندنا السنة دي والسنة الماضية ومن قبل الثورة 2010-2011، وطرق حاجات جديدة السنة دي بقت من أسوأ المؤشرات، هو أثر القواعد التجارية على الاستثمار الأجنبي المباشر والواردات كنسبة من الجي دي بي، دول وردوا السنة دي من أسوأ المؤشرات. أما الركيزة السابعة فهي كفاءة سوق العمل، هنلاقي تكلفة الفصل من العمل ومشاركة الإناث في سوق العمل برضو من أسوأ المؤشرات موجودة في تقرير السنة دي وتقرير العام الماضي وتقرير 2010-2011. هنيجي للركيزة رقم 10 اللي هي حجم السوق، هنلاقي الصادرات كنسبة من الجي دي بي برضو من أسوأ المؤشرات موجودة عندنا السنة دي وتقرير تنافسية العام 2016-2017. آخر ركيزة اللي هي الابتكار، هنلاقي القدرة على الابتكار وجودة مؤسسات البحث العلمي من أسوأ المؤشرات اللي موجودة عندنا في تقرير السنة دي وتقرير العام الماضي. المعوقات التي تواجه أداء الأعمال، هنلاقي من أسوأ المعوقات اللي موجودة عندنا عدم استقرار السياسات والتضخم والفساد والبيروقراطية وجودة العمال في المصانع برضو من أسوأ المؤشرات. يعني لما نيجي نقارنهم بالعام الماضي تقرير التنافسية العام الماضي، هنلاقي أن التضخم والفساد وعدم توافر عمالة ماهرة زادوا في تقرير السنة دي، زادوا سوءا عن تقرير التنافسية العام الماضي. لو قررنا نفس المعوقات دي بقبل الثورة واللي هو تقرير التنافسية 2010-2011، هنلاقي عدم استقرار السياسات والبيروقراطية ومستوى الضرائب من أسوأ المؤشرات اللي زادت السنة دي. شكراً. هيا بنشكر خالد على هذا العرض. ما اعرفش اذا كان من الافضل انه يعرض النتائج السيئه الاول ولا النتائج الايجابيه الاول، لكن هو فضل هذا الترتيب. لكن يعني نقدر نقول برضو اهو ترتيب مصر في المؤشر الاساسي وصل بقينا 100 في تقرير التنافسيه مقابل 115 في العام الماضي، فيعني قطعنا شوط بسيط. احب الحقيقه ادي الكلمه دلوقتي للدكتور زياد بهاء الدين، وإن كان
كان هو فضل ان هو يتكلم في الاخر، فهنتحول الى الاستاذ سيف فهمي هيبدا هو بالحديث، وهو شريكنا في العمليه وهو قديم في موضوع التنافسيه. اشكرك يا عمر. بس عشان قريت في الاعلام صباحا ان الترتيب تحسن 15 درجه، هو 14 مش 15، لان احنا كنا في العام الماضي على 138 دوله وهذا العام 137، فالمؤشر الصحيح هو 14 وليس 15. اهم حاجه في التقرير اللي بتصدر مش فقط من المنتدى الاقتصادي العالمي ولكن من البنك الدولي والاخرين هو تحليلهم، تحليل البيان والمعلومه، لان صانع قرار ما عندوش اي طريقه اخرى حاليا لقياس الاداء الحكومي. وبالتالي احنا كمجلس وطني للتنافسيه دايما بنبرز المشاكل والمعوقات اللي موجوده عشان نحاول نحسنها. وموجود معانا النهارده اعضاء من المجلس، دكتور حسام بدراوي وعلاء هاشم وغيرهم، يعني ده فكرنا طول الوقت ازاي، ايه هي السياسات الداعمه للدوله اللي ممكن تحسن الاماكن اللي احنا شايفينها فيها قصور في اللي بيصدر من جميع المؤسسات الدوليه كمؤشرات تنافسيه. الاهم من كده ان احنا بنشوف كمان ان الارقام اللي بتطلع لازم يكون الحكومه تكون واعيه جدا ان ده يكون هو تقرير نشاطها اخر العام، لان لو ما استخدمناش هذه الارقام ان احنا نشوف الاداء ماشي ازاي هنستخدم ايه تاني. فمهم جدا نستخدم هذه الادوات لتقييم الاداء الحكومي في كل مرحله من مراحلها. وانا كمان انا شايف الحقيقه في التحسن ده جيد، لكن الارقام اللي بتوصل للمنتدى الاقتصادي العالمي بتوصل من حوالي 3 4 اشهر، ولكن حدث كثير في هذه 3 4 شهور اللي كان ممكن ينعكس ويحسن التصنيف بتاعنا اكتر الحقيقه. وانا متوقع التصنيف العام القادم هيكون احسن، لان في اجراءات جريئه اتخذت و بالتأكيد هتحسن الترتيب بتاعك. شكرا سيف. ودلوقتي يمكن دكتور احمد فكري عبد الوهاب يتفضل. خليني ابتدي بالرؤية بتاعت المجتمع الاعمال فيما يخص القيام بالاعمال في السوق. حصل لنا تحسن عدد الناس اللي شايفة انه البوليسي انستابيليتي مشكلة، انخفض من 21% ل 15%، وده مؤشر كويس. اللي اختفى تماما من او بلاش اختفى تماما بس نزل في الترتيب الاستقرار بتاع الحكومة، وده برضو مؤشر كويس. انما اللي مخيف في الموضوع الانفليشن، موضوع الانفليشن والتضخم ارتفع بشكل كبير، واحنا كلنا طبعا حاسين بهذا الكلام. فكان موجود قبل كده 3.8% بيقولوا ان ده من المشاكل في القيام بالاعمال، وصل النسبه الى 14% من المنشغلين بموضوع التضخم. برضو الكوربشن كلها حاجات مرتبطه بالاداء الحكومي، ومهم جدا ان احنا نبقى فوكست على النقط دي. هنقل الى بعض المؤشرات اللي هي يمكن تبقى يعني مهم ان احنا نبص عليها. المنافسه حصل تحسن في الترتيب بتاعنا في المنافسه، ومعانا اجهزه بتعمل في مجال حمايه المستهلك وحمايه المنافسه، فيعني اعتقد انه مهم نشير الى ان احنا الترتيب بتاعنا طلع من 127 ل 88 في اللوكال كومبيتيشن. في درجه السيطره في السوق برضو تحسننا بشكل جيد من 103 ل 51. انما اللي مثير للدهشه انه الترتيب بتاعنا في السياسات بتاعة الحد من المنافسة، احنا الترتيب بتاعنا انخفض من
115 من 78 ل 115. فده برضو من ضمن الحاجات اللي هي اعتقد هيبقى في تساؤل على ازاي احنا السياسات بتاعتنا اختلفت. ويمكن دكتورة منى الجرف موجودة معانا فيمكن تقدر تقول لنا في وقت من الأوقات على ازاي ده حصل. الحاجة التانية اللي انا برضو يهمني اتكلم عليها ان احنا بصفة مستمرة الموضوع بتاع الـ higher education and training مشكلة كبيرة عندنا، بالرغم من انه بيبان ان احنا ترتيبنا اتحسن من 112 ل 100 في هذا الموضوع، وان السكور بتاعنا برضو اتحسن، الا انه انا ارى انه عدم الاهتمام، او بلاش عدم الاهتمام، ضرورة الاهتمام بالتدريب الفني، لان عندنا مشكلة كبيرة جدا في ان احنا نلاقي ناس مدربة، وده ريفلكتد في البند بتاع inadequate supply of labor، وده مشكلة كبيرة في educated workforce، مشكلة كبيرة جدا بتقابلنا في الصناعة. هنقل لموضوع أثير السنة اللي فاتت وكلمت عليه المرة اللي فاتت لما كلمنا السنة اللي فاتت على موضوع تقرير التنافسية، اللي هو الثورة الصناعية الرابعة. ومش بالضرورة انها عشان بس كلام ما يبقاش ريليتد لموضوع التصنيع كتصنيع، هو صحيح اسمها الثورة الصناعية الرابعة، الا انها بتشمل كل مناحي العمل سواء في الخدمات او في الصناعة. الثورة الصناعية الرابعة كلاوس شفاب عمل عليها كتاب السنة اللي فاتت، كتاب بتاعه شوية دراي كريدينج، في كتاب أكثر سهولة ويسر في التناول الموضوع، كتب واحد اسمه مارتن فورد اسمه The Rise of Robots. الموضوع ده قد يبدو لنا أنه هو ما هواش من الاهتمامات اللي بلد زي مصر يجب أن تهتم بها، لأنه بنتكلم على حاجة very futuristic، ولكن واقع الأمر الموضوع مهم جدا. ويمكن امبارح كان السفارة السويسرية عاملة لقاء مع في وجود ABB، وأنا بصراحة وكان الموضوع بتاعه related للفورث اندستريال ريفولوشن وديجيتاليزيشن، والموضوع اللي كان امبرسيف ان كان في عدد كبير من الناس مهتمة بهذا الموضوع. الموضوع ايه خطورة الموضوع؟ انه سرعة الحركة في هذا المجال اعلى بكتير مما نحن نتصور. يعني انا حدي بعض الامثلة، ريسنتلي كنت في فرانكفورت بحضر الموتور شو، انا بشتغل في مجال السيارات، انجلا ميركل كانت بتتكلم على الاوتونوموس كارز، انه الناس بتعتقد ان ده شيء هيحصل بعد 15-20 سنة. واقع الامر انه it's a reality، وهنشوف هذا الموضوع في 3-4-5 سنين الجايين هيبقى حقيقة، مش مجال ساينس فيكشن أو شيء من الخيال. فإحنا لازم نبقى متنبهين جدا للموضوع بتاع الديجيتاليزيشن وآثار الديجيتاليزيشن والأوتوميشن والارتفيشال انتليجنس على مناخ الأعمال وعلى الكونسومرزم، لأنه هذا التطور في الأوتوميشن مش بس مرتبط بالروبوتس. الناس بتتخيل ان ده موضوع مرتبط بروبوتس في مصانع، واقع الامر هو الاوتوميشن والارتفيشال انتليجنس ومايكرو الكتروميكانيكال سنسورز، مواضيع بتدخل في كل ما نفعله. ف باراليجلز، الميديكال فيلد، كل هذه الفيلدز بتتاثر بالارتفيشال انتليجنس. ده هيعمل ايه؟ ده هيخلي انه في الكثير من الوظائف هيحل محلها مكن ماشينز والريبليس هيومنز. فالموضوع ده محتاج ان هو تتناوله الحكومة، تتناوله الوزارات، تهتم به. وبما ان احنا في جلوبال ايكونومي، الامباكت بتاع هذا الموضوع هيبقى محسوس لينا في خلال السنوات القادمة وبشكل كبير وبسرعة عالية جدا، اكتر بكتير مما نحن نتصور. عند هذا القدر أكتفي.
أشكر دكتور أحمد فكري. الحقيقة موضوع الأوتوميشن هيكون له تأثير كبير على البطالة، لكن يمكن برضو هيكون له رواج ونمو كتير للليجر إندستري، وده يمكن يكون موضوع الجلسة الثانية. الإلهام الزيات هيتولى إدارتها، لأن أعتقد هيحصل نمو كبير جدا في صناعة السياحة بصفة عامة وصناعة يعني الرفاهة والرفاهية. ننتقل الحقيقة دلوقتي للدكتور حسام مضراوي. دكتور حسام مضراوي هو الرئيس الشرفي للمجلس الوطني المصري للتنافسية، وله باع كبير في هذا الموضوع. شكرا يا عمر. سيدات والسادة، أنا تعلمت في الطب أن هناك بعض الأشياء إذا لم يعرفها الطبيب يسقط، بغض النظر أنه عارف 98% من المعلومات الأخرى، لأن فيها حياة. يعني وأنا بمتحن طالب في الطب في بعض الأشياء all or none، يا يعرفها يبقى دكتور، يا ما يعرفهاش ما يبقاش دكتور، رغم أنه عارف حاجات أخرى كتير. وإحنا بننسب تقارير التنافسية كل سنة للسنة السابقة. الحقيقة ده wrong approach. أنا لازم أنسب تقرير التنافسية للي أنا عايزه في المستقبل. فإذا كانت مصر عليها أن تكون من أفضل 10 دول تنافسية، فهذا التقرير يقول أن إحنا في أسوأ حال. علشان ما يبقاش الكلمة لقد تحسننا في مش عارف ايه 3%، وتحسننا من المركز 113 للمركز 100، لا قيمة لذلك إن لم يكن لدينا مقارنة بما نريد أن نكون خلال 5 سنوات القادمة. أشكرك يا دكتور أحمد على أنك ذكرت أن العالم هيتغير في 5 سنوات القادمة. هذا التقرير بيقول أننا لا نتحرك. نمرة 2، الجانب اللي أنا بيهمني جدا جدا في كل تقرير تنافسية هو الجانب بتاع التنمية الإنسانية. وجانب التنمية الإنسانية سواء التعليم الأساسي أو التدريب أو التعليم العالي أو خلافه، إحنا متوقفين. إحنا بنتكلم ولا نفعل، والمؤشرات بتقول ان احنا في ديل القائمة العالمية. انا عايز مصر، احنا هنا بقى قاعدين نقول مصر يجب ان تكون من افضل 10 دول تنافسيا. عشان اكون من افضل 10 دول تنافسيا، هذه هي المؤشرات التي يجب ان تتحسن. اقيس على ذلك، بقيسش على تقرير السنة اللي فاتت. فالسادة اللي بيكتبوا في الاعلام والكلام ده بس عشان ما نخدعش المجتمع ونقول اننا افضل مما كنا، لا، احنا اسوأ مما نريد. نمرة 3، في عندنا عشان ما اخدش وقت، في عندنا مشروع وانا اتكلمت مع الدكتور عبلة عليه مع عمر ومع وزارات مختلفة، وهو ان احنا نطلع بتقرير تنافسية المحافظات المصرية، لان تنافسية البلد هي عبارة عن تنافسية افراده ومؤسساته ومحافظاته. وبناء عليه احنا متقدمين كمجلس وطني للتنافسية بان احنا نعمل تقرير سنوي على تنافسية المحافظات، وحطينا الكريتيريا بتاعته. طبعا هنشتغل مع بعض مؤسسات مختلفة ووزارات مختلفة، علشان الهدف ان احنا ندفع المحافظات في الاطار المنهجي لتقرير مدى تنافسية هذه المحافظات، ليس فقط على البرسبشن، لكن على برسبشن وبعض مؤشرات أداء يمكن قياسها في المستقبل. الهدف من ده إيه؟ الهدف من ده إن أنا زي ما أنا عايز أخلص في التعليم في التنمية الإنسانية الأفراد يكونوا أكثر تنافسية، والمؤسسات تكون أكثر تنافسية، المحافظات أيضا يجب عليها أن تتنافس وينعكس أدائها التنافسي على البادجت اللي بيروح لها وعلى اللامركزية اللي هيحصلوا عليها وعلى الأوتونومس في الإدارة اللي هم ياخدوها. أنا في رأيي إن إحنا في المرحلة الجاية there is an opportunity،
الاوبورتيونيتي انا شايفها في التعليم زي ما انا شايفها في كل حاجه. كل اللي حصل في تاريخ البشريه كله لحد السنوات الماضيه شيء، واللي جاي 5 سنين جايين شيء اخر، ونحن نقف مع العالم على نفس المسرح في تغيير احداث القادمه. يعني مش لازم امر بالخط اللي مر بيه الاخرين 40 سنة و50 سنة عشان اوصل للنقطة دي. امامنا فرصة ان نستغل التكنولوجيا ونستغل افكار المستقبل في ان احنا نتحرك فورورد، ولا نرضى بان احنا نبقى ريلاتيف لمية ومية وسبعة ومية وسبعتاشر. احنا عايزين نقول احنا خلال ال5 سنين الجايين عايزين نبقى من افضل 30 دولة تنافسيا، في ال10 سنين الجايين لازم نكون من افضل 5 دول تنافسيا، ونشتغل على ده، نرتفع بالبار بتاعنا. ما ينفعش ان احنا نبقى جراح درجة تانية. ما ينفعش اقول انا عندي سرطان وهعالج ربعه والتلات ارباع يبقى انا بقيت كويس. لا، العيان مات. wake up، مجتمع مدني وحكومة. شكرا يا عمر. كويس الدكتور حسام قال برضو ان هناك فرصة، يعني ما احبطناش قوي، يعني يمكن الدكتور زياد يرفع من معنوياتنا بقى شوية. لا، حرفع عن معنويات طبعا، ليه لا. شكرا جزيلا، بشكر الاستاذ عمر مهنا على دعوتي، والدكتور عبله طبعا على الجهد اللي بتعمله في اداره المركز بشكل عام، ومجلس المصري للتنافسيه من الحاجات المهمه جدا، واللي سعيد يعني انها ترجع تاني الى الساحه وبقوه، لان القضيه اللي متبنياها من سنوات هي قضيه في غايه الاهميه. وعايز ابتدي بالفكره دي، يعني ان احنا نقعد ونسمع ونتكلم تاني عن التنافسيه، ده موضوع مهم، لانه جزء كبير من عدم قدرتنا على التقدم هو العزلة اللي احنا أصبحنا فيها يعني في كل المجالات. فمجرد ان احنا نرجع نقول لنفسنا يا ترى احنا فين مقارنة بباقي العالم، مش بس بما كنا عليه واللي نحب نبقى زي ما الدكتور حسام قال، لكن جزء كبير من الوعي بالذات هو المقارنة بمن حولنا، وإدراك ان احنا لا يكفي ان نتقدم، لكن يجب أن نتقدم أسرع من الآخرين بيتقدموا به. وهي دي في الحقيقة إشكالية التنافسية دائما، إنها بتجعل معيار التقدم أكثر صعوبة وأكثر تحدي من مجرد إن أنا أكون اتحسنت بالمقارنة بنفسي السنة اللي فاتت. موضوع إن إحنا، أنا هقول شوية ملاحظات الأول على التقرير نفسه ثم رأيي في الموضوع عموما. الأستاذ خالد اللي قدم التقرير طبعا مضغوط في الوقت، وبشكره على اختزال موضوع كبير زي كده في بضع دقائق، لكن عايز أكد على أنه كون أن مصر في الدول التي تعتمد على الكفاءة، بمعنى أنها تجاوزت مرحلة الدول اللي تعتمد على عناصر الإنتاج ولم تصل بعد إلى الدول اللي تعتمد على الابتكار، ده لا يعني أن لدينا كفاءة، ده يعني ان احنا في مرحلة المفروض نعتمد فيها على عنصر الكفاءة، ولا نعود، ما نرتدش مرة اخرى الى الاعتماد على عناصر الانتاج، ولا احنا جاهزين في الوقت الحالي ان نكون بنعتمد على مفهوم الابتكار. وبالتالي ده مش تصنيف لنا اننا من الدول ذات الكفاءة العالية، لا، احنا من الدول التي وصفها الاقتصادي الحالي يجعلها عليها واجب انها تحسن من استخدام عناصر الكفاءة لديها حتى لا ترتد إلى دول المعتمدة على عناصر الإنتاج، ويبقى أملها مستقبلا أنها توصل إلى دول المعتمدة على الابتكار. الحقيقة الأستاذ خالد عرض الموضوع بالأمانة يعني بقدر كبير من الموضوعية والحياد يعني المتوقعة من باحث ومن المركز، لكن زي كل واحد يعني الواحد يحب برضه يبقى بيحاول يبرر لبلده بعض الأشياء. فكلامه كان متضمن انتقاد لبعض جوانب المنهجية، وخصوصا حتة العينة. وأنا الحقيقة كان لي تجربة سابقة، ليس في هذا التقرير لكن لسنوات متتالية، في تقرير الدوينج بيزنس بتاع البنك الدولي، تقرير أداء الأعمال،
وكنا واعين في نفس الإشكاليات. يعني الواحد يلاقي أنه محطوط في ترتيب ربما يكون رأيه الخاص أنه نستاهل نكون في مكان أفضل من كده، لكن عايز أقول أن دي ليست رؤية بناءة. القيود اللي محطوطة على أي تقرير وعلى أي ترتيب معروفة، وبإمكان كل باحث جاد أنه يبص في الفرضيات أو الأسامشنز ويلاقي فيها عيوب شديدة جدا. لكن نمرة واحد نفس المنهجية بتتبع على كل بلاد العالم، وبالتالي إذا كان فيها عيوب عندنا ففيها عيوب عند الآخرين. وإذا كان العينة اللي بتستجيب بشكل أكثر إيجابية في بلد آخر بتتكلم عن بلدها بتفاؤل وإيجابية وحماس أكثر، ده مش لأن هم أكثر وطنية مننا، ولا لأن هم اختاروا من عندهم ناس قريبين من الدولة، لا، لأن الجو العام في البلد بيجعلهم متجهين إلى التفاؤل والحماس والكلام بشكل إيجابي عن المناخ اللي هم فيه. فاللي عايز أقوله المنهجية، كل منهجية فيها عيوب، والتقرير ده فيه عيوب كبيرة جدا، زي ما كل تقرير دولي في الآخر بيختزل حاجات كثيرة جدا في بضع أرقام، لكن هو ده المعيار اللي قدامنا واللازم نتعامل معاه، خصوصا إنه سواء عجبنا أو ما عجبناش هو ده التقرير اللي بيقراه معظم اللي عايز ما يضيعش وقت كتير قوي في بحث متعمق ويبحث عن حاجة سريعة تساعده. أما في المؤشرات فعايز أعمل بعض التفرقة اللي أنا يعني مفكر فيها بشكل خاص، مش حاجة موجودة في التقرير. بعتقد محتاجين نميز ما بين المؤشرات اللي بتتكلم عن الوضع الحالي والمؤشرات اللي بتدل عن شيء ما في المستقبل. أنا عايز أقول مثلاً أنه تقرير البنية التحتية بيتكلم عن وضع النهاردة، تقرير التعليم بيتكلم عن الوضع النهاردة، لكن مؤشر التعليم ربما يكون أهم مؤشر مش لتنافسيتنا اليوم، لكن تنافسيتنا بعد 10 سنين، بعد 5 سنين، إن شاء الله السنة الجاية. ولذلك أنا عارف أن ده المجال الذي يهم الدكتور حسام من سنوات عديدة، لكن بعتقد أنه توقفه عنده مش لمجرد اهتمامه بهذا المؤشر، لكن لأنه في الحقيقة أنا بعتبره ليس أكثر مؤشر مهم في قياس اليوم، لكن هو بالتأكيد المؤشر الأهم في قياس تنافسنا مستقبلا. ثم فيه معيار آخر عايز أستخدمه، وهو خلينا من ده دلوقتي. طيب، الثلاث حاجات الإيجابيات جيدة وأنا سعيد بيها، ويسعدني ان احنا نتقدم 14 موقع على او 13 ايا كان، دي حاجه في حد ذاتها مش وحشه ومفيش داعي ان احنا يعني نستهين بيها مره اخرى، لانه هذه التقارير دوليه، ومش وحش ان احنا نبقى تقدمنا بضع خطوات، وان كان يعني يكون ان احنا نقول ان مصر في المستوى 100 ده في حد ذاته مش حاجه ظريفه، لكن خلونا برضو يعني نبقى متحمسين للتقدم. لكن ايه الثلاث حاجات اللي يعني تستوقفني باعتبارها الأكثر خطورة؟ الموضوع التعليمي الدكتور حسام اتكلم عليه فلن أزيد، لأنه زي بقول لحضراتكم هو الأكثر أهمية باعتبار ما سيأتي. لكن يستوقفني جدا حاجتين تانيين. موضوع شفافية السياسات الحكومية ده موضوع خطير. موضوع خطير ليه؟ لأنه في برضو مؤشرات الواحد يقول طيب مؤشر التعليم كلنا متفقين أنه شديد الأهمية، لكن إحنا عندنا النهاردة 60,000 مدرسة، 22 مليون طالب مدرسي، 1.5 مليون مدرس إلى آخر هذه الإحصائيات الجبارة، وبالتالي إصلاح التعليم محتاج وقت طويل ومحتاج موارد هائلة جدا ضخمة. رأيك أنه لا؟ طب هرجع لك في الموضوع ده. لكن عايز أقول أنه مؤشر شفافية السياسات الحكومية لا يحتاج أي بند إضافي في الموازنة العامة. مش مطلوب إن إحنا ولا نحط مليار ولا نحط مليون ولا نحط 10 جنيه في الموازنة لكي يكون هناك شفافية أكبر في سياسات الحكومية. ده موضوع تكلفته منعدمة، تكلفته السياسية أنا في رأيي اللي ربما الدولة بتعتبرها عالية، أنا في رأيي إنها أيضا منعدمة ومكاسبه هائلة. شفافية السياسة الحكومية مش معناها الإعلان عن السياسة الحكومية قبلها، لكن معناها الاعتماد والثقة، مش بس الاعتماد، احنا بنقول ساعات كتير الحوار المجتمعي، مش مجرد ان احنا نعمل لقاء في قاعة زي دي في احد الفنادق ويناقش فيها سياسة حكومية جديدة، هي الثقة، هي ان الدولة يبقى عندها ثقة انه هذا المجتمع له رأي وله رأي له وزن
في مجال الأعمال في عندنا جمعيات مستثمرين وغرف تجارية واتحادات مصدرين واتحاد صناعات وحاجات مهمة جدا وراسخة من عشرات السنين، وعندنا نقابات عمالية أيضا بتعبر عن جوانب أخرى من الموضوع، وجمعيات حقوق مستهلك بتعبر عن المستهلكين. فالقضية إنه هذه السياسات الحكومية مش مطلوب بس تكون شفافة، لكن لازم تصدر بناء على يعني مشاركة حقيقية. وإذا كانت كلمة ديمقراطية يعني أصبحت بتثير مخاوف كتيرة، يعني خلونا نعتمد كلمة أخرى، خلينا نقول إنه الشراكة في صنع القرار الاقتصادي ده فعلا معيار مهم جدا ولا يكلفنا أي شيء، وعوائده كلها إيجابية، كلها إيجابية، لأنه مجرد مشاركة الناس والمجتمع في اتخاذ القرار ده في حد ذاته بيحصنه وبيجعل الناس شريكة فيه، وبالمناسبة بيجعل حتى انتقاده من الحكومة أو تجاه الحكومة أقل شأنا، لأنه الحكومة بتقدر تقول أنا ما عملتش ده لوحدي، أنا اشتركت مع المجتمع في وضع سياسة ضريبية جديدة، في وضع سياسة صناعية جديدة إلى آخره. آخر حاجة هقولها وتوقف عند ده هو أنه في مؤشرات، ودي ملاحظتي الأخيرة وأسف على الإطالة، في مؤشرات ممكن نعتبرها يعني بالتأكيد جيدة أو سيئة بدون تردد. يعني لما نقول مؤشر الفساد مش ممكن يكون مؤشر الفساد ده محل خلاف، أكيد أنه الفساد لما يقل دي حاجة جيدة للمجتمع، لكن في مؤشرات أخرى أكثر صعوبة، أكثر صعوبة ومحتاجين نتعامل معها على أنها أكثر صعوبة. لما نقول مؤشر سوق العمل، إذا كان مؤشر سوق العمل بالمفهوم ده هو مجرد القدرة على التخلص من العمالة الزائدة أو اللي يعتقد رب العمل أنها زائدة، ده مؤشر صحيح من منظور معين فقط، لكن مش بالضرورة صحيح من منظور مصلحة المجتمع عموما. أنا عايز أوصل لإيه؟ لأن المؤشرات مش كلها من ذات الطبيعة، في مؤشرات يعني الخير والشر فيها واضح ومطلق، في مؤشرات بتعتمد على ضرورة إقامة توازن معين في المصالح في المجتمع ولازم تتخذ بهذا المعنى. ولذلك مش كل المؤشرات لازم إنها نندفع إليها بنفس الحماس وبنفس الثقة، في حاجات محتاجة إقامة توازن. في فكرة الاستثمار وجذب الاستثمار، النهاردة العالم مش بيقيس نجاح البلد في جذب الاستثمار بمجرد حجم الاستثمارات الواردة للبلد أو عزوفه، لكن في مؤشر، وده مهم وده النتيجة اللي عايزينها، لكن في مؤشر آخر بيتكلم على في سعي البلد للوصول إلى استثمار أعلى، هل بتندفع إلى القمة ولا بتندفع إلى القاع؟ يعني بتقدم نفسها للعالم بأن لديها قوة عمل مدربة ومتعلمة ولديها كفاءة وبالتالي جذب الاستثمار، ولا لديها قوة عمل رخيصة ولا تكلف شيء والناس ترضى بأي حاجة فتبقى برضو جذبة للاستثمار من نوع آخر، لكن على حساب التوازن المطلوب في المجتمع. بكتبي في هذا القدر وشكرا جزيلا وبشكر المركز على هذا الجهد. شكرا دكتور زياد. الحقيقة برضو كتير من النتائج والمؤشرات بتكون مبنية على استقصاء وبالتالي ابداء رأي. احنا كمصريين غاويين برضو النقد وجلد الذات، يعني لازم ناخد دي في الاعتبار واحنا بنحلل وبنقيم المؤشرات. يعني نظرتنا ما هيش إيجابية قوي تجاه كثير من السياسة العامة ومن حياتنا اليومية حتى. يمكن طارق توفيق، وطارق مشارك جيد في صنع القرار، طارق نائب رئيس المركز المصري للدراسات الاقتصادية، نائب رئيس اتحاد الصناعات المصرية ورئيس الغرفة التجارية الأمريكية، ولسه راجع من أمريكا فجايز يكون إيه عنده لمح التفاؤل أكتر. يعني الحقيقة يمكن أشارك نظرة أكثر تفاؤلية من الدكتور زياد. الحقيقة يعني كون أن في ترند أن أنا ابتدى ينحرف بشكل إيجابي، أن احنا نتقدم 15 خطوة، ودي زي ما عمر بيه قال أن هي perception. فأعتقد يمكن أول مرة منذ سنوات، في السنوات القليلة الماضية، نشوف اتجاه إيجابي، وما أعتقدش أن هذا الاتجاه جاي عشوائي، لأسس. الفترة الماضية أعتقد مصر شهدت تصحيح مسار
أو التوجه لتصحيح المسار بشكل يمكن نقدر نقول إن هو عنيف. يمكن النهاردة الصبحية كنت لسه مع بس صندوق النادي الدولي وكان التعليق صباحا إن هو الخطى أو المومنتم اللي اتاخد يمكن تخطى ما توقعوه أو طلبته، فأعتقد ده مؤشر يدل على رغبة حقيقية في الإصلاح. إصلاح مش هيحصل يوم في يوم وليلة، احنا عندنا تراكم من مشاكل على مر سنوات، وعلشان النهارده نغير هذا الوضع ما اعتقدش ان هو في يوم وليله هنشوف نتائج، لكن طالما في رغبه واراده سياسيه وتوافق مجتمعي على الاقل ان احنا نبلع الدواء المر، اعتقد يمكن اول خطوه على الطريق الصحيح. ويمكن المؤشر بتاع التنافسيه ابتدى اول مؤشر يدل على هذا التوجه بشكل ايجابي، واعتقد في السنه القادمه والسنوات القليله القادمه هنشوف يمكن طفرات اكثر ايجابيه، لان احنا ما زلنا في مهد او بدايه الاصلاح، وكثير من هذا التقرير يمكن كان بيتم رصده من اكثر من سنه، ما تم اخذه من اجراءات في خلال الاشهر القليله الماضيه اعتقد نتائجه هتبان اكثر في تقرير التنافسيه في السنه القادمه ان شاء الله. لكن حقيقة أحب أعلق على اللي قاله الدكتور زياد، لا أقدر أقول الحقيقة أن في مشاركة إيجابية من المجتمع الأعمال والمجتمع الصناعي في إصلاح السياسات ومشاركة في اتخاذ القرار بشكل غير مسبوق. قد يكون التعليق أنه هو غير مؤسسي ويكون مفروض أنه هو يكون بشكل أكثر منهجية، ولكن مما لا شك فيه أن في الفترة السابقة كل المنظمات الموجودة هنا هو أعتقد كان لها مشاركة فاعلة وإيجابية وإن كان لا يعلن عنها. والأهم من ذلك أن في كثير من القرارات اللي هي تم أخذها وأما تم مواجهتها أو التناقش فيها ما يعني ما كانش في أي غضب من التراجع فيها، وأعتقد ده برضو عنصر إيجابي جدا أن النهاردة ما في حاجة بتبقى غلط أو يعني مش بالضرورة بتؤتي بالنتيجة المرجوة، ما فيش أي مشكلة من التراجع عليها، ودي أعتقد نمط جديد لم نعهده من قبل. الفساد، أنا الحقيقة برضو يمكن أحب أتكلم على موضوع الفساد، لأن فكرة الفساد في ذهن المجتمع أنها مقرونة بأشخاص أو بفئة معينة، ولكن أعتقد أما تشوف الفساد المستشري لا، ده موجود في كثير من طبقات المجتمع وليس مقصور على فئة معينة. ويمكن أحد أهم أسباب الفساد اللي هو البيروقراطية، الدولة العميقة، الدعم بلا حدود ولغير مستحقيه، وأعتقد يمكن أول خطوة في إصلاح هذه المنظومة كان بقانون الخدمة المدنية، أعتقد يمكن خطوة إيجابية جدا هنشوف نتائجها إيه في الفترة القادمة. وكذلك ترشيد الدعم أو تعديل منظومة الدعم، لأن أنا أعتقد دي يمكن هي أكبر أدوات اللي هي بيحصل فيها تسرب من موازنة الدولة وموارد الدولة لطبقات ومئات الألوف من الأسر الموجودة في مصر. هذا الإصلاح أعتقد أنه هو لن يتم إلا بوجود رغبة مجتمعية وإرادة سياسية قوية، ويمكن أقدر أقول في الفترة السابقة شفنا هذه الإرادة متمثلة في قرارات عنيفة كثيرة جدا، وأعتقد أن احنا هنستمر في هذا الاتجاه. بدون أن أطيل عليكم، يعني أقدر أقول أن منظومة الإصلاح، الأجندة الإصلاح الموجودة في خلال السنة القادمة أعتقد هتكون منظومة يمكن يعني كبيرة، يمكن كل الهيدلاينز الحاجات الأساسية في إصلاح الاقتصاد أو الفاندمنتلز اتخذت، ولكن التفاصيل يمكن نقول the devil is in details، هي كيفية تنفيذ هذه الإصلاحات. يعني سهل أوي نطلع القوانين
تصدر القوانين، ولكن أعتقد ما هو أكثر صعوبة هيكون النهاردة تنفيذ هذه القوانين وخلق مجتمع منافس بشكل أفضل. أعتقد أن أنا أكتفي بذلك وشكرا مسيرا. الحقيقة أنا وطارق توفيق كنا في نيويورك واشنطن الأسبوع اللي فات، وأقدر أقول أن سواء المؤسسات الدولية، صندوق النقد، البنك الدولي، أجهزة أو دوائر صنع قرار في واشنطن وخلافه، عديد من الناس اللي قابلناها في نيويورك بيشيدوا جدا بخطوات إصلاح اقتصادي حصلت. وأحب أقول برضو تعليق بسيط، أن في دوائر واشنطن سمعناها في دوائر كثيرة، أن لأول مرة في مصر من زمن طويل ما فيش حتى شائعة فساد في مستويات الإدارة العليا في الإدارة المصرية، ودي بكرروها في حتة كتير، يعني كان دايما تكون هناك على الأقل شائعة فساد. في الوقت الحالي ده غير موجود، وأعتقد دي نقطة مهمة أثيرت وكررت في أكثر من اجتماع. ننتقل الحقيقة للدكتورة عبلة، ومعرفش دي هتدينا بقى نظرة ايه، لكن نعتبرها مفاجأة اليوم. يعني عموما احنا كنا ماشيين كده زيجزاج، يعني حضرتك متفائل، سيب بيه متفائل، وبعدين الدكتور احمد يعني بذكاء شديد اشار لحته فيها مشكله فنزل شويه، الدكتور حسام راح واخدنا تحت خالص، والدكتور زياد نزل شويه معاه، وبعدين طارق حاول يرفع شويه، فانا ترتيبي الطبيعي بتاعي ان انا انزل، فده مكاني الطبيعي في الترتيبه، يعني بلس ان هي تتفق مع مع مع, مع الشخصيه وانا ماسكه بريطه الباحث. انا عايزه الحقيقه اتكلم على أربع نقاط، وهي فيها برضو تاتشينج أبان كل اللي تقال قبل كده. أو عايز أتكلم في نقطة خاصة بالمنهجية، وإيه اللي مفروض إن إحنا نقارن به، وبعض المؤشرات عايز أعلق عليها، وأخيراً إحنا فعلاً عايزين نبقى فين، يعني عايزين نعمل إيه. فيما يخص المنهجية، في معلومة الحقيقة مش معروفة لكل الموجودين، لكن معروفة لنا إحنا في المركز المصري، لأن إحنا اللي بنعمل بناخد الاستثمارات وبنملاها وكده. السنة اللي فاتت احنا عملنا نفس الهومورك كده وبعتناه للوف، وما خدوش بيه لانه لقوا ان في اختلاف عن الكام سنة اللي قبلها، يعني في يعني بالنسبة لهم في تحسن فعلا حصل، فقالوا لا احنا مش هنستخدم ده، لازم نتأكد ان في ترند، ان في توجه فعلا للتحسن ظاهر، مش مجرد سنة طالعة كده. فراهم حاطين السنة اللي فاتت نفس النتيجة بتاعة السنة اللي قبلها، لان هم بياخدوا متوسط بتاع سنتين. فلو خدتوا بالكم 115 دي هو نفس الرقم بتاع 2016 وهو نفس الرقم بتاع 2015. السنة دي هم خدوا النتيجة بتاعة 2017 بتاعة الاستمارات لسنة واحدة وليس لسنتين. فالكلام ده معناه ايه؟ ان حتى لو بنتكلم على تحسن، هذا التحسن لم يحدث في سنة واحدة، ده هو حصل على سنتين وفي تدرج. عشان يعني انا ضد الحقيقة المبالغة في القفز بالنقاط، فدي نقطة مهمة جدا. النقطة الثانية خاصة برضو بالمنهجية، وهي فيها مشكلة، حكاية ان المنهجية معتمدة على البرسبشن بتاعت الناس، وده مش غلط ومش عيب، بس نبقى فاكرين انها البرسبشن مش بالضرورة الحقيقة. البرسبشن قد تكون افضل من الحقيقة وقد تكون اقل من الحقيقة، وهي كده فعلا في كثير من المؤشرات، وبالتالي لازم ابص لها بهذا الشكل. ايوه هي متبقه مع كل البلاد الثانيه، بس البلاد الثانيه عندهم انفورميشن اكتر مننا في حاجات كتير، وبعدين البرسبشن بتقول كتير عن البلد. فمهم قوي ان احنا يعني معلش هذا المؤشر وغيره، وده اتقال من كل الاقتصاديين كبار في العالم كله، لازم يؤخذ بحرص شديد. هو جايد لاين لحاجات، لكن مش لازم ان احنا نبص له لا نفرح بيه لكن نزعل منه، وده شيء مطلوب، لانه يعني انا بسميهاش جلد الذات، انا بسميها نقد ذاتي مطلوب، لان احنا مش هنتقدم غير لو ما ناخدناش نفسنا ذاتيا. ايه اللي مفروض نقارن بيه؟ دكتور حسام قال كلمه صح جدا، قال لازم اقارن انا عايز اوصل فين. احنا لو بصينا على الفيجن 2030 احنا عايزين بنقول ايه؟ احنا عايزين نكون احسن 30 دوله. طبعا لو حطينا ده هنا هيبقى الجدول شكله فضيحه صراحه، يعني مش هينفع خالص. لكن في نفس الوقت احنا لازم نقارن بوضع
حقيقي. فعشان كده احنا بنعمل مقارنتين لو خدتوا بالكم، واحده ما بين السنه دي والسنه اللي فاتت، واحده ما بين السنه دي و2010 2011. و2010 2011 اساسا ان دي السنه اللي كان فيها وضع احنا عاليين فيه، راضين عنه ومش راضين عنه ده موضوع تاني، لكن كنا وضع عاليين فيه، وبالتالي المقارنه فيه تجوز ومطلوبه. ده فيما يخص المنهجيه والمقارنه. كمان حاجه تانية، احنا حريصين جدا في المقارنه ان احنا نعمل بنش ماركينج للمقارنه بالدول الثانيه. عمليه ان انا اتحسنت لكن انا في نفس الوضع مقارنه بمجموعه الدول الموجوده، دي علامه استفهام لازم اقف عندها. وبعدين برضو احنا موقعنا حكايه ان احنا في المجموعه الثانيه اللي هي بتاعه الافيشنسي دريفن دي، الاوزان بتاعه المؤشرات والتحسن اللي فيها بيبين ان احنا فعلا ما تحركناش لبعيد. فانا برجع الحقيقه للكلام اللي قاله الدكتور حسام واللي قاله الدكتور زياد. اما نبص على المؤشرات الفرعيه، في حاجات احنا يعني فعلا لازم ننتبه لها، وانا هكرر كلمه قالها الدكتور زياد لانها شديده الاهميه، موضوع الخاص بشفافيه صنع القرار وعدم استقرار السياسات. دي يعني دي مواضيع اساسيه، مش بس ان هي سهل ان احنا نعملها ومش محتاجه فلوس في البادجت، لكن هي مربط الفرس. ومشاكلنا للاسف كل نقاط الضعف كلها لها علاقه بالاقتصاد الحقيقي، ولها علاقه بالاصلاح المؤسسي، ومستمره معانا من سنين طويله. يعني احنا في واقع الامر يعني لو بنتحسن بس ماشيين زي ما نكون ماشيين على التريد ميل كده، يعني في حاجات ثابته ما بتتغيرش، وهي دي اللي لازم نغيرها عشان خاطر نقدر نوصل للي احنا عايزين. الحاجات خاصة بالتعليم، موضوع التعليم ما فيش فيه هزار، ما فيش دولة تقدمت إلا وإدت اهتمام غير عادي بالتعليم. ومعنا السفير سنغافورة وأنا برحب به، موضوع التعليم مش ممكن، يعني التعليم واخد 20% من الجي دي بي في سنغافورة، احنا حطينا في الدستور 3% وضربونا وحش وكتير وبتاع. فيعني احنا في بعيد بعيد. الفوكيشنال تريننج محتاجين ان احنا نعمل فيه قفزات عشان نقدر نرتقي بالصناعه ونجيب نتائج سريعه. وهنتعاون على فكره، مصر هتتعاون مع سنغافوره في الحته دي، بس محتاجين ان احنا نعمل كده. الاهتمام والتركيز على الانسان وعلى تنميه الانسان، في حاجات كتيره قوي احنا لسه بعيد فيها. فالمؤشرات بالرغم ان هي مجرد بيرسبشنز، بصرف النظر عن الرياليتي ان في تحسنات بعض الحاجات حصلت في الشهور الاخيره، لكن الرساله واضحه ان احنا لسه بعيد جدا عن اللي المفروض نكون عنده. طب احنا المفروض نكون فين؟ احنا المفروض نسعى الى التنميه المستدامه. وفكره كلمه المستدامه ان انا ما اطلعش وانزل زجزاج بقى طالعه نازله 60 مره، لا انا اطلع واستنى. وده مطلوب، عشان ده يحصل لازم نمشي على ما يسمى بالهاي رود بدل اللو رود. اللو رود هو ان انا بعمل بحقق نمو لكن ماشيه بمشاكل ومستمره بيها وماشي، يعني اذا كانت مبني على الدعم ومبني على الانسكيلد ليبر ومبني على ان انا بعمل صناعات مبنيه على الموارد الطبيعيه، ما انا في ديل الفاليو تشينز بتاعه كل المنتجات ومستمره على كده وماشي بيكبروا، ده شيء جميل، لكن انا ما بتطورش ما بكبرش معاه، فانا فعلا على اللو رود. لكن لو انا عايزه احسن فعلا من رفاهه الناس واحسن فعلا من 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 معيشه الناس واحسن من تنميه الانسان واطلع بمصر المكانه اللي تستحقها، انا محتاجه الهاي رود. الهاي رود معناها ان انا لازم اعمل اصلاحات حقيقيه. احنا ابتدينا ايكونوميك ريفورم، ايوه عملنا فيه خطوات جريئه، ايوه، لكن الخطوات الجريئه اللي احنا عملناها مرتبطه باصلاح مالي، الجانب المالي، الإصلاح الهيكلي، الإصلاح الحقيقي، الإصلاح المؤسسي بيحدث ببطء شديد جدا جدا، وله محركات تغيير إحنا لسه مش عارفين نحط إيد علينا، وده حاجة غريبة جدا. زي مثلا قواعد البيانات، أنا لو ما عنديش قواعد بيانات ما عنديش معلومات لا يمكن أقدر أتخذ قرار بطريقة سليمة. قواعد البيانات بنعملها من زمان جدا وعمرها ما بتخلص. الثروة العقارية كنا لسه عاملين عليها ندوة في عندنا في المركز، حاجة مهولة يعني 100 تريليون جنيه ممكن تدخل لمصر سنويا 60 70 80 مليار جنيه في السنة. طب ما نخلصها بقى، ما هي أخرى مبنية على قواعد البيانات. فدايما في عندنا حاجات احنا مش يعني ماشيين فيها بشويش. الفساد اللي بنتكلم عليه وبنعاني منه، الفساد مرتبط بالفشل المؤسسي، ما هو مرتبط. الفساد مش بالضرورة كلها سرقة، البيروقراسي نفسها فيها هدر للموارد وفيها مشاكل كتير جدا. مشكلتنا في الإصلاح ان احنا جزء كبير جدا منه بنطلب ان هو يحصل من خلال نفس المؤسسات ونفس الناس اللي هم في الوضع الحالي في الكومفورت زون بتاعهم، يعني هم موجودين في وضع مستريحين منه ومستفيدين منه، بطلب من نفس الناس دي ان هي اللي تحدث التغيير، وده مش هيحصل.
عشان كده محتاجين مفوضية عليا للتعليم، عشان كده محتاجين شوية يعني شوية حاجات كتيرة يعني. وبالتالي أنا عايزة أكرر كلمة الويك أب كول، ويك أب ويك أب بتاعت الدكتور حسام، طب هي أحسن يعني أحسن فينالي لهذا لهذا الموضوع. لكن إن إحنا عندنا فرصة، عندنا فرصة إن إحنا مفروض إن إحنا ما نقعش في نفس الحفر اللي الدول التانية وقعت فيها، مفروض ولازم، لأن التقدم التكنولوجي والتقدم في ثورة الاتصالات خلت إن إحنا الحلول موجودة متاحة، مش محتاجين بقى نقعد ندور عليها. بس ده معناه إن إحنا محتاجين نتبنى بشكل جامد جدا الإصلاح المؤسسي والإصلاح الحقيقي داخل هذه الدولة عشان نقدر نوصل للي إحنا عايزينه، ونقدر بقى بجرأة شديدة نمسك تقرير زي ده ونقارن بقى بنمرة واحد ونقول إحنا إن شاء الله نوصل عندها. شكرا. الحقيقة مش هنجد أفضل من المجلس الشاري الاقتصادي لرئيس الجمهورية للتصدي لكثير من المشاكل اللي أثارتها الدكتورة عبلة، فإحنا عاقدين عليها عزم يعني كبير في مواجهة النقاط دي. الحقيقة احنا عاوزين نفتح الباب للمناقشة والأسئلة. أنا عندي هنا الحقيقة ورقة جات لي من الأستاذ عبد الحميد كمان نائب السويس عضو مجلس النواب، هو أول واحد طلب الكلمة فليتفضل. شكرا أستاذ عمر، وشكرا للمركز. بعيدا عن التفاؤل والتشاؤم، انا بحيي المركز اساسا على الموضوعيه، لانه طب حضرتك توقف معلش عشان نقدر بس انا واقف. بشكر سيادتك وبشكر الدكتوره عبله، وبعيدا عن التشاؤم والتفاؤل، احنا انا شخصيا بحيي الموضوعيه اللي ماشي بيها المركز والحياديه والموضوعات اللي بيتناولها. وانا في الحقيقه اخش في الموضوع على طول، الكلام المحترم جدا اللي اتقال من كل المتحدثين، لكن انا يعني بنحاز لفكره الدكتور حسام بدراوي لانها بتتفق، وانا عضو لجنه اداره محليه، مع تطبيق اللامركزيه ومع التنافسيه في المحافظات. وهو انا كنت قدمت ورقه للاسف للجنه وما اتخذتش بيها، ونشرت بعض الافكار حول كيفيه ان يتحول العيد القومي لكل محافظه، وهي اعياد كلها مناسبات وطنيه هائله، المعارك شعبيه وكذا، ان تتحول هذه الاعياد بدل من مظاهر شكليه واحتفالات شكليه الى يوم لإعلان شكل الخدمات والتنافس ومؤشرات كل محافظة في الإنتاجية وتحسين ظروف العمل وتحسين ظروف الناس والحياة في المحافظات اللي بتأني من مشاكل ضخمة جدا بسبب تنفيذ اللامركزية الشديدة اللي ما زالت حتى الآن في القانون الجديد، وأنا بعرضها جوه لجنة الإدارة المحلية وهعرضها أثناء اللجنة العامة. فاتفاقي الشديد يا دكتور حسام مع فكرتك الراقية هو نمو المجتمع هيتبني وهيتطور بالتنافسية في المحافظات في كل الميادين العمل، مش في مجال واحد. أيضا عندنا يوم إنتاج في المحافظات، هذا اليوم بيتحول إلى مظاهرة، صحيح بيكرموا فيه بعض الناس وكده، لكن في الآخر دون أي مؤشرات. أنا ما أعرفش المحافظة دي المؤشر عندها في الصحة إيه، في الإنتاجية إيه، في ده إيه. وبالتالي أنا بأكد هذه الفكرة من ضمن الأفكار، رغم أن البعض قد يتصور أنها تشاؤمية أو كذا أو بتاع، لكن بعيدا عن التشاؤم والتفاؤل، إحنا عايزين الخيط الأساسي هو الموضوعية. وبالتالي أنا بحيي هذه الفكرة لأنها بتتجاوب مع بعض الأفكار اللي أنا بتبناها في اللامركزية، وده مش حاجة شخصية لأن أنا باحث في التنمية المحلية وعضو لجنة الإدارة المحلية في البرلمان، وهذه فكرة جيدة. وهكذا تكون الأفكار بتطلع من هذا المركز المحترم اللي أنا تعرفت عليه خلال عضويتي في البرلمان. بشكر الأستاذ عمر وبشكر الدكتورة عبلة وكافة العاملين في المركز، وهذا النقاش الدائم الساري في كل الموضوعات اللي بيتبنى المركز، وشكرا. شكرا سيادة النائب. أسئلة في تفضل حضرتك، بعدين محسن ليه تفضل في الأخ وراك.
ياريت بس السائل أو اللي هيقول تعليق يقول اسمه والبزنس أفليشن بتاعته ونختصر في حاضر الوقت. يعني النائب مصطفى كمال الدين حسين، عضو لجنة التعليم في مجلس النواب. الحقيقة أنا عايز أتكلم على نقطة التعليم اللي اتكلم فيها الدكتور حسام. السنة دي للأسف الموازنة احنا كان لينا 4% في استحقاق الدستوري، جم قالوا 136 مليار جنيه، اللي قال لك لا 136 مليار دول ده على حسب قبل تعويم الجنيه، لا ده دول فيهم 44 مليار ديون على الحكومة، دول حصة وزارة التربية والتعليم واللي هو التعليم ما قبل الجامعي، و 15% 15 مليار التعليم الأزهري. احنا مال التربية والتعليم والتعليم الأزهري؟ انا مش عارف. فالصافي وصل 80 مليار. الوزير كان مقدم برامج ب 103 مليار، راحت الوزارة التخطيط مرجعها له تاني قالت له لا اعمل الجدول بتاعك على 80 مليار فقط. ال 80 مليار دول منهم 70 مليار مرتبات، فاضل 10 مليار. انا سالت الوزير سؤال مباشر من اسبوعين كان عندنا في اللجنه، يا سياده الوزير هل ال 10 مليار دول هيقضوا التخيلات والاحلام بتاعتك والسياسات اللي انت عاملها عشان تنفذها؟ قال لي لا. قلت له طب وبعدين فين بقى الشفافيه اللي بيقول عليه الدكتور زياد؟ الشفافيه فين الشفافيه؟ طب انت تطلع تقول انا هعمل كذا وهعمل كذا وهعمل كذا، ومن يوم سياده الرئيس كلفه بالوزاره وهو عمال يطلع تصريحات عامله بلبله في المجتمع ومش هيقدر ينفذها حاليا. قلت لهم يا جماعه لازم يبقى في برنامج متكامل لمده 10 او 15 سنه وبالتوقيتات، انما الكلام اللي هو القطاعي ده ما ينفعش. وقلت له ان لم يكن التعليم هو المشروع القومي الاول في مصر فمصر لن تقوم لها قائمه. شكرا يا فندم. شكرا سيادة النائب. وأحسن بيه تفضل. أنا الحقيقة عشان مش عايز أكرر الكلام، ولكن يعني أنا شايف تعرف نفسك بس محسن بيه ممكن. محسن المهدي سعيد، أستاذ في هندسة القاهرة، وكنت مسؤول مدير التنفيذي لوحدة إدارة مشروعات التطوير التعليمي العالي. الحقيقة بعد ما سمعنا الكلام الجميل اللي هو اتقال حاليا، أنا بأرى وأنا أتفق جدا مع التوجه للمستقبل أكثر منه الوقت الحالي. وأنا في تصوري أن الكيانين اللي هو المركز المصري للدراسات والمجلس الوطني للتنافسية ممكن يلعبوا دور جوهري الحقيقة. أولا عندنا نقطة انطلاق اوريدي موجودة وهي رؤية مصر 2030، وكان فيها ميكانيزم أنا في شخصيا كنت مبسوط جدا بتاع المتابعة. فوجئت ان هو ما لم يقرر ان هو يتعمل، فده الحقيقه لا يجب ان هو يفعل، لان هو ده يعني زي ما ابتديت يا دكتور حسام الموضوع التقرير بتاع التنافسيه مقارنه بالماضي او بيلدينج على الماضي، انت ممكن تبتدي تعمله على المستقبل من خلال اوريدي المؤشرات اللي موجوده. ده احنا اوريدي حطينا في ال 2030 عندنا كل حاجه موجوده. ليه احنا دايما بنبتدي حاجة وما بنكملش بالطريقة المظبوطة؟ مشكلة عندنا جدا في تنفيذ الحاجات ديت، لان احنا if we monitor ourselves بطريقة مظبوطة انا اعتقد ان دي هتوصلنا للكلام اللي حضرتك بتقوله يا دكتور حسين. شكرا. شكرا. هنخلي هناخد الاسئلة ونرجع معلش انا هتكلم ارجع للتنافسيه تاني لان الاسئله كلها معنيه بالتنافسيه. المجلس الوطني المصري للتنافسيه عضو في المجلس العالمي للتنافسيه، فبنقعد نسمع الدول الاخرى عملت ايه في التجارب بتاعتها، ازاي بتستخدم هذه التقارير لتحسين المناخ بتاع الدوله. الخلاصه من الاول دايما في كل هذه التجارب في كل هذه الدول، وعشان ما نبتديش العجله ما نخترعش العجله من اول وجديد، دايما هو المقولة الشهيرة عندنا كانت دايما هو الاقتصاد يا غبي،
It's the economy stupid. لأن بدون موارد لا يمكن تمويل أي حاجة من الحاجات اللي احنا شايفينها أخطاء عندنا في الدولة. أهم حاجة يكون عندك موارد في الدولة، فنمرة واحد لازم تشوف كيف تنمي موارد الدولة لكي تستطيع أن ترتقي بالتعليم والصحة وبغيره. فكل المجالس التنافسية العالمية أجمعت على هذا، وبتشوف دايما إزاي نقدر نستخلص من هذه التقارير إحنا القدرة التنافسية المصرية أين تقع. فإحنا في مصر دايما لما اتكلمنا معهم قالك أنت عندك غير خمس حاجات: عائدات المصريين من الخارج، السياحة، قناة السويس، والتصدير. فيعني وقاعدين على منجم ذهب زي النهارده السياحه وما بنعملش فيه حاجه. يعني هو النقاش بقى في تنافسيه مصر سياحيا عشان تنمي موارد الدوله عشان تصرف على هذه المشروعات. هو ده الفكر اللي بيسود العالم النهارده والتفكير: اين قدره التنافسيه للدوله النسبيه بالنسبه للدول الاخرى، تنافس في ايه وفين؟ فهذا هو الاسلوب اللي بيستخدموه دول العالم. شكرا سيف. هناخد بالترتيب دكتور منى الجرف، الاخ اللي قدام الدكتور محسن مهدي، دكتور حسن الحيوان، ثم حضرتك. الف شكر. اولا بشكر المجلس الوطني للتنافسيه وبشكر المركز المصري للدراسات الاقتصاديه على اللقاء وعلى الدعوه. واسمحوا لي يعني هتكلم برضو كباحثه اقتصاديه استاذه في الجامعه، فيعني انا بنضم الى اولا بشكركم على فكره عرض المنهج. يعني احنا لما نيجي نتكلم دايما على هذه التقارير اعتقد من الدقه العلميه ان احنا لازم نتكلم عن المنهج علشان نفسر هذه النتائج في ضوء البوردرز اللي احنا حاطينها، ان احنا بنتكلم على عينه شكلها ايه. ويمكن من النقاط اللي كنت هسال على الفتره الزمنيه اللي جمعنا عنها المعلومات، يعني فهمت من حضراتكم انها لسنه فاتت، بس هي سنه ولا شهر؟ يعني الاجابات جت في انهي فتره بالظبط؟ ده برده هيؤثر على رؤيتنا لهذه النتائج. فده مهم يبقى معلوم، ومن يتناقل الارقام لازم يبقى في ذهنه العينة، ما يتكلمش عنها بصفة مطلقة. برضو بشكر طبعا حقيقي سيد بفهمي، لأن عارفة المجلس الوطني للتنافسية مهتم من فترة طويلة بفكرة التنافسية وخلق الاهتمام بيها والتركيز عليها، فأنا بشكركم على هذا الدأب يعني والاستمرار على هذا. فكرة بقى الجوفرنريت كومبتنس إندكس، برضو الموضوع ده هنسمع عنه بقى لنا فترة طويلة جدا، ويمكن أنا كنت شاركت فترة طويلة من زمان في هذا الموضوع وساكت، يعني أنا مش عارفة إمتى هيظهر للوجود، لأن أعتقد إن ده مهم جدا حقيقي، وعايزين حاجة تطلع أوتبوت يطلع، يعني المكنة تطلع قماش بجد. الحاجة اللي أنا عايزة أقول عنها، أولا العينة أنا فهمت إنها 100، فمية ده عدد محدود جدا، فبالتالي لابد إن ومنها 50% ثابت و50% بيتغير، فبالتالي مهم قوي برضو، لأن دي هتحط يعني تخوفات كتير جدا عن النتائج اللي طالعة، يعني 100 في أنهي محافظة، أنهي طبيعة وخلافه. نقطة بقى الوحيدة اللي أنا عايزة أركز عليها، يمكن أنا يعني في الوقت الحالي رئيسة لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات، هيسعدني قوي تطور مصر، وطبعا زميلي أستاذ دكتور أحمد فكري هو اللي أشار إلى هذه النقطة وعضو معايا في المجلس، فبيشارك في هذا التقدم اللي حصل في التطور كفاءة الأسواق وبالتالي المنافسة في السوق المصري. كرقم هنقول والله ده جميل جدا، ده أنا سعيدة بيه، ده احنا تطور. لكن النقطة بقى اللي تقلقني حضرتك جدا، عشان كده مهم تحليل المؤشرات دي، لما نتكلم عن تنافسية سياسة المنافسة، يعني حتى لو تحسن علم الناس بالمنافسة، تحسن ان قلت الدومينانس في السوق، لكن لما حضرتك تقول لي ان تدهورت سياسة المنافسة، بكرة وضعها تدهور. لان هنا بقى مهم ان انا ابص فعلا لبكره، لما تتدهور السياسه ده معناها بكره هتخلق لي اوضاع احتكاريه، بكره هتخلق لي عدم منافسه حقيقيه، فاذا كان حتى عملت تحسنين في المؤشرين هم بكره هيتدهوروا. فعشان كده مهم قوي ان انا ما اخدش الرقم على اطلاقه، مهم احط العينه نصب عيني، مهم احلل، فالموضوع فني. فيعني وده اهميه هذا اللقاء حقيقي، انكم بتعملوا نوع من الاويرنس للنواحي الفنيه عشان نحسن قراءه هذه المؤشرات والتقارير، لا نبالغ ونحط ايدينا على نقاط الضعف ونعرف ان هذا التحسن قد يتدهور بكره اذا ما اشتغلتش على نقاط اخرى. واسفل الاطاله. شكرا. الاخ اللي ورا حضرتك، ثم الدكتور حسن، ثم حضرتك. أرجو الاختصار بس إذا أمكن. حاضر. محمد منصور، بحث قانون الفصول المالية. أنا شايف أن
ان التحسن وفق النتائج اللي حضرتكم عرضتوها ان التحسن في مؤشر التنافسيه المصر حاصل بالاخص في القطاع المالي، والتحسن ده راجع لبعض القرارات من وجهه نظري راجع لبعض القرارات اللي بادر بها البنك المركزي والقطاع المصرفي اللي تلتها بعض المشروعات اللي ظهرت على الساحه مؤخرا اللي هو التحول الاقتصاد غير النقدي والشمول المالي. انا شايف ان التحسن ده هو تحسن يعني بيعكس الصراع الغير عادل او غير شريف بين مؤسسات الدوله، ان السياسه النقديه اللي بيقودها الجهاز البنك المركزي والجهاز المصرفي سياسه المفروض بتبقى تابعه او اقل درجه او اقل في التقدم بعد السياسات الاقتصاديه والماليه، فبالتالي التحسن ده هيبقى تحسن وقتي بيدينا مؤشرات ايجابيه لبعض الوقت، لكن بعد كده هنبتدي نعاني من نتيجه التحسن ده طالما ان السياسات النقديه ما بتشتغلش في عند والسياسات الاقتصاديه ما بتتبعاش وبتبتدي يحصل رواج في التجاره والصناعه وخلافه. عندنا ازمه ان المؤسسات الماليه في مصر بخلاف القطاع المصرفي عندهاش يعني قيدت بعض السلطات الممنوحه ليها الكثير من السلطات الممنوحه ليها، الادوات اللي بتشتغل بها ضعيفه بخلاف القطاع المصرفي، فبالتالي فرصتها في انها تشارك في المستقبل او انها تدعم تنافسية مصر أنا شايف أنها فرصة ضعيفة إذا ما خدت دورها واقتنصته من القطاع المصرفي. شكرا. دكتور حسن الحيوان. أنا دكتور حسن الحيوان أستاذ في كلية التجارة جامعة عين شمس وأمين عام المجلس المصري الأوروبي. أنا عندي ملحوظة غريبة شوية أن احنا بنستخدم المبني المجهول. احنا نقدر، احنا عايز اعرف مين احنا دول. اولا لازم نشاور ونقول احنا دي هم دول، لان احنا انا في احنا وفي هم، ما انا عايز اعرف، لان احنا يعني كل حضراتكم كده كل واحد فيكم بيمثل جهه يعني حيويه جدا، فالاخر عايزين نعرف مين يعني مين نكلم مين، هو ده السؤال. السؤال الثاني، هل ممكن ان احنا نضع برضو في اطار مجلس مصر التنافسية ان المجتمع المصري نفسه يبقى مجتمع تنافسي؟ يعني دي مشكلة كبيرة، احنا مجتمع غير تنافسي على فكرة. مجتمع غير تنافسي ليه؟ لان فيه مشكلة في المساواة. انت النهاردة عشان مجتمع تنافسي لابد ان يكون هناك مساواة تامة عشان نتنافس مع بعض، لكن لو ما فيش او المساواة فيها خلل ما اقدرش اقول ان احنا نستطيع التنافس. فانا عايز موضوع ان المجتمع كله يبقى مجتمع تنافسي يبقى ضمن الاجنده. احنا مش بس نتكلم بره، عايزين نتكلم جوه عشان الناس تشتغل وتتنافس وتجود العمل. وطبعا عارفين سعادتكم يعني تداعيات عمليه التنافس الداخلي. شكرا جزيلا. شكرا حسن، اتفضل يا فندم. انا اسمي طارق حاتم، انا استاذ الاداره في الجامعه الامريكيه، التخصص بتاعي استراتيجيك مانجمنت وانتربرينورشيب. أنا الحقيقة طبعاً حضرت ندوات كتيرة وحضرت يعني كذا لقاء، وأشكر كل المجهودات اللي هي بتتعمل، ودايماً بيدور في ذهني في الآخر يعني كان زمان نقعد نقول عايزين رؤية والبلد لازم رؤية ولازم رؤية، ودلوقتي عملنا فيجن 2030 وبقى عندنا رؤية. والحقيقة يعني في الإدارة دايما يقول لك مش هي ان انت بس يبقى عندك خطة استراتيجية، ولكن الفكرة الأساسية ازاي تحول هذه الخطة الاستراتيجية لنتائج معينة، وازاي تدير الخطة الاستراتيجية، وبيبقى في حاجة كده في النص لما احنا بنعمل استراتيجيك اوديت على كل الشركات او المؤسسات وبنبص عليها، هي نقطة الجوفرنانس. الجوفرنانس هي ازاي ان انا احول هذه الرؤية ان انا اوجد اسلوب لاداره الاستراتيجيه دي، والجوفرنانس ده هيبقى مكون ازاي وشكله ايه ومين اعضائه، وازاي نبني الجوفرنانس للدوله المصريه بحيث ان هي فعلا تحقق لنا اللي احنا عايزينه. فانا نفسي اننا يعني نتكلم شويه او يبقى في تقارير عن ما هو الاسلوب الامثل للجوفرنانس او الحوكمه لهذه الدولة، بحيث اننا ما نجيش نقول احنا وهم، او نقول لا اصل ده في البيروقراطية الناس الموظفين في الحكومة،
او نقول ده الرئاسه او نقول دي الوزاره او نقول لكذا، لا احنا عايزين نتكلم على الجوفرنس والشكل الامثل للجوفرنس عشان نقدر نحقق اللي احنا عايزينه. شكرا. شكرا دكتور. الحقيقه على موضوع الرؤيه انا متذكر كان في مجموعه من القطاع الخاص منها علاء هاشم موجود هنا، هم اول من بداوا فكره رؤيه مصر 2030. وبعدين الحقيقه الرؤيه انتهت ان هي برضو انتهت في جهاز حكومي، وما اعتقدش انها خدت حقها من الحوار المجتمعي، وما وصلناش لمرحله ان احنا نقول بدل ما نقول حسب توجيهات الرئيس ولا حسب قرار الوزاري نقول حسب رؤيه مصر. دي حاجه لسه ما وصلناهاش، واعتقد دي حاجه مفتقدينها جدا جدا. طارق اتفضل. مرسي على الدعوة الكريمة. مهندس عمرو فتحي الرئيس التنفيذي لغرفة صناعة الأعلام. أنا بس يعني الحقيقة أنا سعيد بالمجهود ده وعايز أعلق تعليقين. التعليق الأول إن الكلام داخل الدوائر المغلقة أو الغرف المغلقة وما بيوصلش بره. دايما الناس بتشتكي من الإعلام وتقول الإعلام وإلى آخره زي ما حضراتكم عارفين. طيب المعلومات اللي بتقال في هذه الغرفة معلومات قيمة جدا، وأعتقد أن لابد أن هو تعرض عشان يبقى المجتمع زي ما الدكتور قال يصبح المجتمع يفهم يعني إيه تنافسية ويبقى مجتمع تنافسي، لأنه فعلا مش مجتمع تنافسي، مجتمع مش تنافسي لظروف التعليم ولظروف التربية ولظروف القيم وإلى أمور أخرى كتير جدا، والانغلاق والدين ومسائل متشابكة صعبة. فمفروض ان ده يكون في ابروتش معين للاعلام، وعمره ما الاعلام هيعمل العكس على فكره، عشان بس اجيب لحضرتك من الاخر، مش هيعمل العكس، لازم يطلب منه، هو ممكن يكون كمان مش اوير. فاعتقد دي انا بطلب ده وانا تحت امركم في ده وفي التعاون ده على وجه الاطلاق. دي النمره الاولى. النمره الثانيه اعتقد انه المشكله الكبرى اللي اثرها السيد الدكتور حاتم هي الحوكمه فعلا، ودي برضو حاجه نقطه معينه، حوكمه اداره يعني ازاي استخدام المؤسسات العامه للصالح العام والشان العام. دي ما اعتقد ان الكونسبشن بتاعها والبرسبشن بتاعها في مصر ضعيف جدا، يجب ان يصل الى الناس. عشان يصل الى الناس مش هيصل للناس من اكتر منه يصل من متخصصين زي حضرتك وباحثين ومراكز بحثيه وناس فاهمين يعني ايه حوكمه. فبرضو دي نقطه لابد من اعتقد انها تطلق وتعرض وتناقش من متخصصين على الناس على الشاشات. ودي يمكن يا دكتور حسام وانا تشرفت بان انا يعني اشتغل مع حضرتك كتير، انه جزء من المشكله اللي حضرتك اتكلمت عليها يعني حتى التيفات اللي هو التعليم الفني والتدريب المهني حاليا بيرجع تاني من الاول وجديد، وكان ما فيش حاجه اتعملت فيه خالص، لان ما فيش حكام، فيش رولز وما فيش ريسبونسابيلتيز، ما فيش حد المفروض ان كل واحد يبقى عارف المسؤوليه والدور بتاعه في اطار منظومه وفي اطار هيكل مؤسسي وطني كامل في كل قطاع من القطاعات. واعتقد ان حتى ده يكون مفروض مطالبه للسيد رئيس الجمهوريه انه من خلال الاعلام او من خلال حضراتكم او من خلال اي حته يعني، انه فعلا لابد قطاعيا زي ما بتعمل مؤتمرات شباب ومؤتمرات كذا ومؤتمرات كذا، لازم يكون في مؤتمرات للقطاعات والمتخصصين في القطاعات في اطار حوكمه واضحه. هو ده الكلام يبقى عشان البلد تتقدم. شكرا يا فندم. شكرا عم سيده عضوه البرلمان. شكرا يا فندم. سيلفي نبيل، عضو برلمان وعضو لجنه خطه وموازنه. أشكركم على اللقاء الثري، دايما اللقاءات بتاعة المركز المصري دراسات ثرية جدا. أنا بس كان عندي كذا نقطة عايزة أتكلم فيها. يعني أنا عجبني جدا فكرة إن إحنا لازم نبص لقدام ولازم إن إحنا نقارن عايزين نوصل لفين. very true، إحنا مش مفروض نبص إحنا فين بس، لازم نبص لقدام. وعجبني برضو جدا فكرة إن إحنا عايزين نعمل المشاركة بين متخذ القرار وبين المجتمع المدني بطريقة مؤسسية أو ممنهجة بطريقة أحسن. بس هرجع لسؤال، هل إحنا نستنى بس يعني
أجهزة الدولة أو يعني مؤسسات الدولة هي اللي تحط هذه المناهج، ولا ممكن كمجتمع مدني نساعد في ده؟ أعتقد ممكن تساعدوا في ده جامد جدا. يعني إحنا مثلا كمثال، إحنا عندنا دلوقتي قاعدين عشان نشوف نتائج التقارير التنافسية، وعندنا المجلس المحترم موقر بتاع المجلس القومي للتنافسي. ليه إحنا بنتقابل فقط في النهاية عشان إنتاج، يعني عشان نشوف النتائج التنافسية؟ ليه ما ناخدش الموضوع لو إحنا بنتكلم كخطة وعايزين نعمل فيجن وعايزين ننفذ على الأرض؟ ليه ما نتقابلش بشكل دوري عشان نقدر يعني نحط التارجتس بتاعتنا بتاعه التنافسيه دي من الاول في الخطه اللي احنا شغالين عليها؟ اعتقد ده ممكن المجتمع يساعد فيه جامد جدا، وحضراتكم تساعدوا فيه، بتهيألي مركز الدراسات بيساعد فيه جامد جدا، بقى ندوات كتيره جدا على حاجات وبيفيدنا. لانه في الاخر احنا كمثلا كاعضاء برلمان بنستقي المعلومات، حضراتكم كلكم قامات كبيره جدا في مجالاتكم، ليه ما نشترك كلنا كفريق عمل واحد وناخد هذه المعلومات ونبتدي نحطها كقرارات؟ بس انا اللي بقترحه، يا ريت لو هنعمل حاجه مؤسسيه او حاجه يعني بشكل ممنهج، يا ريت برضو المجتمع المدني يعمل كده. هو عايز يبقى في اتخاذ القرار، مفيش مشكله، احنا بنيجي وعايزين نسمع منكم، بس لازم يبقى في، مش بس احنا اللي نيجي نقول لكم تعالوا، لا انتوا كمان قولوا لنا تعالوا. شكرا. نشكرك. انا اكتفي بهذا القدر من الاسئله والتعليقات، ويمكن ادي كلمه اولا للدكتور حسام لان انا شايف ان هو كثير من التعليقات وجهت له. شكرا. شكرا يا عمر بيك. التعليقات هي كالتالي. السادة النواب كمال بيه ومصطفى بيه وسيلفيا هانم، أشكركم على اهتمامكم طبعا جدا وحضوركم، لأن ده أساس محترم لأن أعضاء البرلمان يشاركوا بقية المجتمع المدني فيما يحدث. والسيادة النائب كمال اتكلم على أهمية موضوع تنافسية المحافظات، لأنه هو واحد من الطرق لقياس اللامركزية اللي مفروض إن حسب الدستور يكون في إجراءات تمت خلال الثلاث سنين اللي فاتت، وما بقيش غير سنتين وأنا مش شايف أي حاجة بتحصل في إطار التوجه نحو اللامركزية. لأن أنا في مجال الحقوق التعليمية والصحية وخلافه، بدون لامركزية مستحيل يحصل تطور. ومنى هانم اتكلمت، قالت انتوا عمالين تتكلموا على تنافسية المحافظات، هو فين؟ هو واقف في الحكومة. لأن احنا لما طلعنا بالفكرة وقلنا هنعملها ونضع القواعد بتاعتها، قلنا هنتعاون مع وزارة التخطيط ووزارة الاستثمار والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء ومركز بصيرة دخل معانا، لكن في نفس الوقت لقينا ان كل وزارة من الوزارات عايزة تاخد المشروع يبقى بتاعها. وانا بقول لهم وسيف والمجلس الوطني للتنافسية، اذا طلع تقرير تنافسية المحافظات من الحكومة فقد فشل منذ قبل ان يصدر. ده هو لازم يطلع من المجتمع المدني المستقل عن مقدم الخدمة عشان يبقى تقرير محترم. لكن احنا مش هنحصل على المعلومة ولا على التعاون الا بالاندورسمنت بتاع الحكومة. لكن هناك فرق طبعا، حضراتكم هتبقوا كلكم عارفين ان الحكومة المصرية حتى لما الناس بتوعنا بيخشوا الحكومة ما عندهمش فرق ما بين الريجليتور والكنترولر، هو بيبقى عايز يبقى متحكم rather than regulator. قضية ما بنشوفها في كل حتة، حتى ناسنا لما بيبقوا وزراء بيحصل لهم كده، زي ما يكون الكرسي فيه مشكلة، ده عايز اتحكم بدل ما ابقى مراجع وريجليتور فقط. فاحنا واخدين قرار بقى بيننا وبين بعض ان احنا we will go on بمشروع التنافسية بغض النظر الوزارات هتخش معانا ولا لا، لكن مش هنسمح لاي وزاره انها تيك اوفر مشروع التنافسيه المحافظات. ده نمره واحد. دكتور محسن المهدي كان شريكي
في استراتيجية 2030، رؤية 2030. لما كلمني وزير التخطيط وطلب مني أن أنا أشارك في الكوميتي الرئيسية لوضع الرؤية، ثم في وأرأس الجروب اللي اشتغل في رؤية التعليم 2030، بيني وبينكم رحت لقيت مجد عثمان ورحت لقيت أحمد درويش وزملاء ليا كتير، بيني وبينكم يعني قلت يا نهار اسود كلاكيت 10 مرة، أنا قلت الكلام ده 10 مرات، لكن اتفقنا أنا وزملائي الخبراء let's take it one step forward. إحنا مش هنقول رؤية، ده إحنا كل كلمة في الرؤية كل كلمة هنحط لها plan، أهداف، مين المسؤول عنها، KPIs، تكلفتها، تخلص سنة كام. فإحنا خدنا الرؤية بصراحة في التعليم إلى ستيج أخرى، إن أنا عندي بالضبط لما أقول متاح للجميع يبقى الإتاحة دي تعني 1 2 3 4، لما أقول جودة تعني في اللغة العربية إيه، وتعني في الماثيماتكس إيه، وتعني لا إحنا دخلنا إنتو more details. بس برضو على الحق يتقال عاملين عارفين السبق 100 متر، لما يجي في آخر 20 متر اللي أنت بتلمس فيه الخط ويقوم مخرجين المتسابق برا اللعبة، إحنا خرجنا برا اللعبة في آخر 20 متر، سنة ونص شغل في الرؤية. وحطيتها على صفحتي في الفيسبوك، أنا صفحتي عليها 2 مليون واحد، 2 مليون engaged في المناقشة، 500,000. آخر 20 متر we were pushed out، والرؤية اكتملت بدوننا، وحتى الدعوة لإعلانها ما اندعناش فيها، لكن ما زالت الرؤية بوضعها الحالي تمثل 70% مما أحلم به وممكن نعود إليها. الفكرة كان أحد الأشياء اللي حصل خلاف بيني وبين الوزارة والمجموعة اللي كانت موجودة، ما هو الكيان الذي سيراقب تنفيذ الرؤية؟ هذا الكيان عنده KPIs ومفروض يطلع تقرير سنوي إلى الدولة، إلى البرلمان، يقول أن الرؤية فيها كذا، أنت سنة 2022 مصر هتبقى أفضل دولة في التحدث باللغة العربية. KPI بتاعتي هو الامتحانات المقارنة مع الدول الأخرى. سنة 23 هيبقى فيك، سنة 26 هيبقى طالع من المدارس كذا ومن الجامعات كذا ومن لا، ده احنا دخلنا في تفاصيل تفاصيل. وجه علينا واحنا بنعمل الرؤية 3 وزراء، وكل وزير عاوز يغير في الرؤية. الحمد لله احنا عندنا وزير دكتور طارق شوقي دلوقتي، انا بثق فيه وبيتكلم اللغة بتاعتنا ومقتنع بالرؤية، وعلينا ان نسانده في المرحلة الجاية، لأنه بيقابل بطوفان من المعارضة ومن الإعاقة. لو أنا منكم بقى، تعالوا كمجتمع مدني نكون هذا الكيان الذي يراقب الـ KPIs ويطلع بتقرير independent زي تقرير التنافسية بتاعت المحافظات، يقول لقد تم تنفيذ سنة 2019 1 و2 و3 ولم يتم تنفيذ 1 و2 و3. لو ما عملناش كده يا جماعه، الحكومه في نهايه الامر هي البروفايدر اوف سيرفيس الاولي، ومش عايزه تبان انها وحشه. It has to be an independent entity. هي دي بقى عامله زي ايه، اللي فيكم سني واكبر يفتكروا مسرحيه كان اسمها زمان اسمها الا 5، كانت بتاعت بريب ونيب. احنا كل حاجه نعملها الا 5، يعني نعمل هيئة ضمان الجودة والاعتماد إلا 5، فما تأديش عملها. نعمل رؤية 2030 واروح كل حتة أسأل قريت الرؤية يا عم؟ ما حدش قرأ الرؤية في الدولة، ما حدش قرأ الرؤية في الحكومة أساسا، فإحنا بنعملها إلا 5. إحنا بقى كمجتمع مدني let's complete الخمسة الأخرانيين دولت عشان نخلص.
عندي تعليق مهم جدا على العدالة والمساواة يا حسن بيه. هي الايكوال اوبورتيونيتي، هو الفرص المتكافئة. مفيش مساواة، مفيش مساواة بين الناس، لأن الناس عندهم قدرات مختلفة، لكن الدولة عليها أن توفر الفرص وتتيح الفرص المتكافئة أمام الجميع. عشان أوصل الناس أنهم يبقى عندهم فرصة متكافئة لازم أعلمهم وأعدهم وأدربهم ويبقى في فرص متكافئة بعد كده. لكن في حقيقة الأمر ساعات إحنا بنساعد الناس المتأخرين بأنك أنت تديهم أفانس. يعني لما تقول أنا هدي حصة للمرأة في الانتخابات لمدة 10 سنين، أيوة، لأنك ما تقدرش تبتدي سبق وهم واقفين وراك ب20 متر وتقول دي فرصة متكافئة. هي فرصة متكافئة، ولو انت عندك opportunity بتاعت استثمار، اللي هياخدها الأكثر قدرة، الأكثر تنظيما، الأكثر تمويلا. وفي السياسة إذا خلقت فراغ في الدولة بيركب جواه الأكثر تنظيما والأكثر تمويلا ويسوقك نحو توجهاته. هي كده. فأنت عايز فرص متكافئة، equal opportunity، أكثر من مساواة. والعدالة الاجتماعية، عشان الناس كلها عمالة تتكلم على الموضوع ده، العدالة عدالة، العدالة ليست أخذا من الغبي من الغني لإعطاء الفقير. هي العدالة إنك توفر الحقوق الرئيسية. وأي حكومة في مصر هتجيب هتوفر تعليم محترم بجودة عالية ورعاية صحية ومواصلات ترفع لها القبعة مهما كان توجهها. لكن هي دي الحاجات اللي هتغني الناس من غير ما تديها فلوس. لو عملنا تنمية وصلنا 10% دخل الأسرة هيتضاعف في 10 سنين، مش هيغير شيء. انت لازم تشيل من عليه أعباء لأنها حقوقه: تعليم، صحة، مواصلات عامة، انفراستراكشر، توصل مية نقية. هي دي الأساسيات اللي احنا عايزين نشتغل عليها. فأنا بدعوكم من خلال هذا المؤتمر الجميل، واحد، ان احنا هنزق موضوع تنافسية المحافظات بغض النظر الحكومة عايزة تبقى طرف ولا لا. نمرة 2، انا هادعو الى انشاء الكيان الذي يراقب رؤية مصر 2030 التي اعلنها رئيس الجمهورية والتزمت بها الوزارة امام البرلمان في التقرير السابق. لكن لو سألت الوزراء نفسهم probably ما يعرفوش هي جواها ايه. شكرا. الحقيقة هي أنا مكتوب في الجدول استراحة وغدا خفيف. غدا خفيف يعني حاجة ما تطمنش، فممكن نحن نستعين بأن احنا ناخد من الغدا الخفيف 5 دقائق زيادة. الحقيقة نعرف حسام من سنين طويلة، ولا أنا كان عندي شعر أبيض ولا هو كان عنده شعر أبيض. أول مرة ألاقي حسام يغفل حقيقة أساسية وهو بيتكلم. حسام أشار إلى رؤية 2030 وقال أنه قعد سنة ونص يشتغل عليها. حسام نسي انه وقعد 5 سنين عضو. لا 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 لا، خلينا اكمل. انا حطيت شرط واحنا داخلين على رؤية 2030 مع الحكومة، قلت لهم فلنجمع الرؤى التي وضعت في مصر اخر 5 سنين، وجبنا الرؤية اللي اشتغل فيها الشباب زي علاء والمجموعة دي، وقلنا لهم يا جماعة عشان تبقوا صح لازم التراكم المعرفي في وضع رؤية مصر يكون موضوع امامنا، وجبنا كل الرؤى وحطيناها قدامنا. بس عشان ما تقوليش مش عارف. لا بس انا فكرتك يعني انت ما قلتهاش من نفسك، لان الحقيقه المجموعه اللي اشتغلت لمده 5 سنوات كامله ما سابتش ستون انترند، وكان حسام وزياد واحمد وطارق واخرين كانوا عضو في الساوندينج بورد، وكانت بتجتمع الساوندينج بورد كان بيجتمع بهذه المجموعه، كان فيها علاء هاشم، كان فيها حسن الخطيب اللي هو دلوقتي نائب رئيس البنك الاوروبي للانشاء والتعمير، كان فيها محمد سمير وهو واحد من التوب 5 في بروكتر اند جامبل، فيها داليا وهبه. يعني مجموعه الحقيقه كانت متميزه جدا، عملت شغل رائع، ما سابتش معلومه على مستوى العالم ما جمعتهاش ما حطتهاش في اعتبارها. انا اعتقد ان الرؤيه اللي طلعت بيها هذه المجموعه افضل بكثير من الرؤيه الحاليه، وكان هدفهم ان يعملوا عليها حوار مجتمعي حقيقي. انا بعتقد هذه الرؤيه
تم يعني was hijacked by الحكومة واتحطت في وزارة التخطيط وتوارد عليها عدد من الوزراء، وزي حسام قال ما حصلش عليها الحوار المجتمعي الكافي، والنهاردة يمكن أصبحت في طي النسيان. يعني إذا كنت عاوز تحيي شيء، إذا كنت عاوز تحيي شيء في تقديري تحيي موضوع الرؤية دكتور طارق اتكلم عنها، وأعتقد دي حاجة غاية في الأهمية. يعني عاوزين فعلا نصل لنقطة أن نقول حسب رؤية مصر ومش حسب توجيهات الرئيس وتوجيهات رئيس الحكومة وخلافه. الدكتورة عبلة، قبل بس ما يراب اب الدكتور زياد عنده تعليقين، يراب اب انت بسرعة بقى عشان ايه، عشان الغداء الخفيف بتاعك. معلش انا يعني طلبت بس اني اقول كلمتين لانه مضطر الحق مع التاني، فبعتذر اني اخذت من الميكروفون. يعني عايز اقول كم ملاحظة سريعة كده قبل ما ننتهي. الحاجة الاولى وحبتديها بتوضيح، يعني انا بيسعدني جدا يكون دايما مشارك في منصة او في مناقشة مع الاستاذ طارق توفيق، لان بلاقي نفسي مختلف معاه في حاجات كتيرة قوي، لكن حقيقي يعني لكن محترم صراحته، وانه يعني من اكتر الناس اللي بتقول الحاجة كما يعني كما هو مقتنع بها صحيح بدون تغليف كتير، فلذلك يسمحني ارد عليه في حاجتين. وانا عارف انه يقصدهم بحسن نية شديد، بس استوقفتني كلمة في مسألة الفساد. مسألة الفساد دي اصلها التعميم فيها وان كان بحسن نية لكن هو ممكن يكون خطير. يعني الكلام على ان الفساد في كل المجتمع بما بدءا من اللي بياخد جزء من الدعم في غير وهو يلا استحقه، يعني كلام نظري، لكن في الدنيا كلها في فكرة الفساد الكبير والفساد الصغير، ومساواة الاثنين ببعض فيها يعني ظلم شديد، واللي بيعمل حاجة عشان ياخد يعني كامل رغيف عيش زيادة مش يعني صعب الواحد يسميه فاسد، هو يعني بالكتير هو بيحاول يمشي حاله. وأنا متأكد إن الفكرة دي مش غايبة عنك، لكن حبيت أقول إنه أحيانا الفساد الكبير يحتمي بالفساد الصغير، فمحتاجين بس نبقى عارفين أولوياتنا في الموضوع ده إيه. الحاجة التانية عايز بس أقول لكم فعلا ده للجميع، يعني دعونا نبعد عن تقسيم نفسنا حتى داخليا كده إلى متشائمين ومتفائلين. هو ده مش موضوع تفاؤل وتشاؤم، ولا إنه حاجة أفضل إن الناس تتفائل، ولا ضد مصلحة البلد إن الناس تتشائم، ولا التأييد وحش ولا المعارضة وحشة. هي في الآخر كلها نتحرك من منظور وطني واحد، لكن يعني اعتبار إن التفاؤل ده حاجة جيدة وتبحث عن مصلحة الوطن، والتشاؤم ده حاجة سيئة وتبحث عن هدم الوطن، دي حاجة برضو إيه بحذر منها. ودي مش طارق اللي قال الكلام ده مش تبعك الحته دي. لكن هرجع تاني لحاجه برضو رد عليا فيها الاستاذ طارق وبشكره على الملاحظه، على فكره التشاور. وهنا اللي بتكلم على الصراحه الشديده اللي انت وضحت بيها، وانت رديت على نفسك انه تشاور غير مؤسسي، والتشاور لو مش مؤسسي الحقيقه يبقى يعني مش عايز اقول لك يبقى محلش الموضوع، بالعكس قد يكون مشكله اكبر بكتير، ولازم يعني ندفع جميعا الى ان التشاور في الدوله او مع الدوله يكون تشاور مؤسسي. انا ما اعرفش الحقيقه شغل المجلس التنافسيه تفصيله قد ايه، وواثق ان الاستاذ سيف في ذهنه حاجات كثيره، لكن بالتاكيد ان المؤشرات المختلفه دي وسيله للبدايه في التعاون نحو تحسين والعمل على ملفات محدده، واكيد ان ده يعني جزء من نشاطكم، انا شخصيا احب اكون عارفه اكتر ومشارك فيه اكتر. اخر حاجه هقولها، لا حاجتين، انه يعني في اتجاه كده الى الحماس لمشاركه المجتمع المدني، والدكتور حسام عبر عنه بحماس شديد وكل الاخرين قالوا، لكن المجتمع المدني في حد ذاته في ازمه كبرى، يعني ما فيش تعاون مع مجتمع مدني في غياب مجتمع مدني من الاصل. احنا يعني الموضوع ده وفرصه ان زملائنا واصدقائنا من البرلمان والاعلام هنا، وفي دوره برلمانيه جديده هتبدا، ولازم نرجع نشوف قانون المؤسسات والجمعيات الأهلية، لأنه يعني ما روج للرأي العام على أنه يتعلق ببضع عشرات من الجمعيات اللي ممكن تكون بتتلقى تمويل أجنبي بالمخالفة للقانون امتد لأكثر من 30,000 جمعية، هو في اللي موجودين حوالي 45,000 جمعية، النشط فيها في مصر 30,000 جمعية كلهم أصيبوا بالشلل من هذا القانون. وكون أنه القانون ده مرة واحدة يظهر على برنامج الحكومة الأمريكية وربطه بالمعونة، الحقيقة ده موضوع يعني يجب أن نتجاهله تماما، لأن ده مطلب مصري
أصيل وقديم ومستمر، وكون إن حد تاني يدفع بيه في خضم المناقشة بتاعنا ما تخليناش إحنا نتنازل عن المطالبة بيه في حقنا. وآخر حاجة عايز أحيي الدكتور حسام على حاجة محددة، إن كلامه عن تكافؤ الفرص سليم، بمعنى تكافؤ الفرص، وأنا مجرد بكرر كلامك، تكافؤ الفرص مش إن مش بس إن وزارة لما تعلن عن 5000 وظيفة خالية إنها تدير المسابقة بكفاءة وبعدالة وبعدم محسوبية، الأهم بكتير الناس اتأهلت إزاي في حياتها كلها علشان تقدر تتنافس على هذه الأماكن. لأن لما أعمل 5000 وظيفة وأقول إن متطلبها إتقان اللغة الإنجليزية، أنا كده حكمت على يعني 90% من الناس إن هم أصبحوا، هي ممكن تكون وظيفة مطلوبة فيها اللغة، مش بتكلم على ده، لكن الإدراك إن التكافؤ مش إعلان الوظيفة أو إعلان المنصب، لكن الاستعداد والتأهيل له. وشكرا مرة أخرى. شكرا دكتور زياد. أنا كنت فاكر إن هو هيرد، حسام كان يعني تعرض لمن تقلدوا المناصب واللي قعدوا على الكراسي وبتاع، بس زياد أغفل النقطة دي. أنا مش عاوز أدافع عن طارق، لكن طارق ما أعتقدش إن هو بيقصد الفساد الصغير، هو بيقصد يعني منظومة أصحاب المصالح اللي بيستفيدوا من الدعم وليس بالقطع الفساد الصغير، لكن طارق بقى يرد عن نفسه. أعتقد إحنا متفقين تماماً، يعني أنت الفساد الكبير بيحتمي في الفساد الصغير، لكن المشكلة إن الفساد الكبير ده هو بيمتد لشرائح مجتمعية كبيرة جداً وليس محصور في أعداء، وده اللي أنا الحقيقة أقصده يعني. وبالتالي إصلاح المنظومة بتاعة الدعم وخلافه النهاردة بيحد من قدرة هذا الفساد الكبير. أنا بس حقيقة هقول كام تلغراف سرعة جداً. كان عايز أرجع لسيف قاله إن هو البداية بالاقتصاد، واقتصاد قوي بدون موارد ما فيش أي إصلاح، دي بداية. والاقتصاد is perception. يمكن أقول النهاردة إن الأول مرة يبقى فيه النهاردة perception إيجابي عن مصر. أما نرجع 10 سنين أو 15 سنة ورا ونبص على الصين أو الهند، الصين عمر ما كان عندها بنية تشريعية لكن فيه perception إيجابي، وبالتالي جذبت استثمارات. الهند ما عندهاش بنية تحتية حتى هذه اللحظة جيدة، لكن perception is إيجابي، وبالتالي بداية الغيث قطرة. وأعتقد النهاردة دلالة هذا التقرير إن بداية إن ابتدى يبقى فيه لأول مرة رغبة في الإصلاح. هنستمر فيه ولأي مدى هيبان، فدي نقطة الحقيقة في غاية الأهمية. والحقيقة برضو عايز أضيف نقطة تانية، إحنا بنفترض مصر وضعها طبيعي، إحنا ما زلنا في فترة انتقالية في سيولة سياسية. إحنا فيما بعد 2011 شكل مصر تغير تماما، إحنا فاهمين إن الأمور business as usual، لا it's not business as usual، سواء للجيد أو للأسود، ولكن لسه ما زلنا في مرحلة مخاض سياسي، ودعنا نتفق على ذلك. وفي ضوء ذلك النهاردة المستجدات حتبان، نسعى كمجتمع مدني وكدولة لهذا الإصلاح. دي نقطة تانية. آخر نقطة الحقيقة سريعة، ويمكن الدكتور حسام كان يتعرض لها، منظومة إصلاح التعليم النهاردة تطورت في العالم، مش لازم نستنى 20 سنة علشان نتعلم. ده في النهاردة الثروة المعلوماتية والتكنولوجيا المعلوماتية أصبحت متاحة لكل مخلوق على وجه الأرض، بقتش مقصورة على مجتمع أو على فئة. ودي النهاردة بتحل في تنافسية عنيفة جدا، بدل ما كانت المعلومة المعرفية أو المعرفة كانت مقصورة منذ قديم الأزل على فئة محدودة، لا النهاردة الكم المعرفي متاح لأكثر من 3 مليار مواطن على مستوى العالم، وده بيخلق جو تنافسي في منتهى العنف، وبيؤدي إلى ترانسفورميشنال سيت في مجال العلم والتكنولوجيا. وبالتالي في أدوات كثيرة يمكن دكتور حسام يقول لنا عليها بعدين، ليه فاست تراك، مش لازم أستنى النهاردة 20 سنة عشان أصلح التعليم ولا جهاز التعليم، ويمكن بقى الحديث يطول فيها. وشكرا دكتور زياد، نشكرك جدا. I'd like to give the floor to Ambassador Hang Seng Tan, Ambassador of Singapore. I got the name right, Ambassador, right? Yes, perfectly. Good morning, everyone. I thought
I wanted to thank ENCC and ECES for organizing this event today, also as putting together a very high quality panel. I'm enriched by all the discussions, and I think the most important thing is that the self-reflection is the first step to positive change. And I thank Dr. Abla for inviting me to this session. I want to, the reason why I took the floor, I was struck by what Dr. Tariq said in his last comment about drawing the experience of India and China. When China opened up in 1978, they literally had no foreign direct investments. But I think one fundamental thing that the Chinese did was to study the global competitiveness of other countries, and they managed in 20 years to succeed to become an economic superpower today. In the case of India, they looked at China and they said, if China can do it, why can't we do it? And India opened up only in 1991. And I think the fundamental lesson that I draw from the experiences of both India and China is that they started off small, made incremental changes, but one key thing that both countries did was to benchmark competitiveness in all the provinces and the state and create a kind of a competition from within. So today in India, for example, Gujarat is the most competitive and they rank all the 30 states. So the states that are lagging, they then will have to catch up. So there's public pressure on everyone. Everybody is watching. And I wonder whether this is an idea that can also be implemented in Egypt to create a groundswell, if not a snowballing effect for change. Thank you. Thank you, Ambassador, for your comments. And I'm متذكر كان ليا صلة وثيقة بالمجموعة اللي كانت بتشتغل على رؤية مصر. وكان من أقرب الرؤى اللي هم استعرضوا كافة الرؤى اللي كانت موجودة على مستوى العالم كانت رؤية الهند. والسبب الأساسي إن رؤية الهند كان فيها تشابتر كامل عن إيه اللي لازم الهند ما تعملوش. وكل الحاجات اللي هي محطوطة كانت تنطبق جدا على مصر. أعتقد لسه لازالت القائمة جزء كبير منها موجود عندنا. يعني لازلنا بنعمله. ما نعملش إيه لازلنا بنعمله. عبلة باختصار بقى لأن الغدا الخفيفة. لا لسه الغداء هدى هتسمح لنا بحاجة. لا باختصار شديد وبسرعة حكاية ان لازم نزود موارد الدولة عشان خاطر هو ده حل الموضوع. انا عايز اضيف بس الكلام الأستاذ سيف ان لازم نبقى عارفين بس احنا عايزين نروح فين. قصة مش قصة موارد لان احنا لدينا موارد واكبر دليل على كده المشاريع الصغيرة المتوسطة 200 مليار المتاحين استخدامهم جيد لكن المفروض يكون افضل من كده بكتير. ولو كان الشكل المؤسسي لهذه المنظومة معمول بأسلوب أفضل من كده كان هتكون النتائج بتكون أفضل من كده بكتير. دي نقطة. النقطة الثانية بالنسبة لحكاية التنافسية بين المحافظات دكتور حسام إحنا أوريدي في إي سي إس ابتدينا زي ما قلت حضرتك قبل كده في المقارنات ما بين المحافظات ابتدينا بالفعل فيها وعايزين نعمل إن شاء الله مقابلة قريب عشان نشتغل عليها بسرعة إن ده في منتهى الأهمية. دكتورة منى المعلومة اللي حضرتك طلبتيها على المنهجية المعلومات بتجمع في أول 3 أشهر من السنة. المئة شركة ده إجبار علينا. أنا شايفة أنها طبعا برضو زيك عينة قليلة جدا لكن هي متوزعة على كل محافظات الجمهورية ومتوزعة على الأحجام المختلفة المنشآت وعلى القطاعات فتوزيعتها كويسة لكن هي لازم تكون أفضل لكن إحنا ملناش سي في دي خالص هم اللي بيفرضوها علينا لكن كل ده يخلينا ناخد برضو النتائج كارفلي خصوصا في التحسن. يعني أنا دايما ميالة للنقد الذاتي هو مش هنقدر نوصل من غيره خالص. الأستاذ وزارة المالية اللي اتكلم عن التحسين في الأداء المالي سببه الشمول المالي وده مش حقيقي. النتائج دي مرتبطة الحقيقة في الواقع الجزء المالي في تحسن سببه اللي حصل في هيئة الرقابة المالية للأمانة. الحاجات التانية جديدة لسه تأثيرها لم يظهر. احنا مين بقى هم فينا مين يا دكتور حسن حضرتك عارف المجموعة كلها المجتمع المدني والحكومة والقطاع الخاص والمواطن العادي والجهات البحثيه والبرلمان وحضرتك ظبطهم بقى وانت تقرا مين فين. حضرتك قلت على المساواه انا عايز اضيف بس اللي قاله دكتور حسام واللي قاله زياد الدكتور زياد ان هي مش المساواه هي العداله الاجتماعيه وانا بعتقد ان الحاجات الجيده جدا الاي سي اس عملها انه شرح الفرق بوضوح ما بين العداله الاجتماعيه والمساواه ويعني ايه مفهوم الانصاف اتكلمنا عليه ومشروح وللي مش عارف موجود حاجات دي موجوده على الويب سايت بتاعتنا. ليه؟ لان العداله الاجتماعيه لو فضلت ما هياش هي اولويه هذه الدوله
احنا مش هنروح بعيد خالص. مفيش حاجه اسمها سستينبل ديفلوبمنت من غير ما يكون في حاجه اسمها عداله اجتماعيه. احنا لسه بعيد تماما عن هذه النقطه. الكلام اللي قاله الدكتور محسن مهدي بخصوص الفيجن اللي اتحط في فيجن 2030 اليه, لكن مشكله 2030 ان هي ما هياش سبيسيفيك كفايه, يعني فيها هي حاجه كبيره جدا جدا, فمش هيعرف يحطوا لها كي بي ايز الا لما تبقى اكثر تحديدا. وعشان تبقى اكثر تحديدا لازم نرجع للفيجنز اللي اتقالت قبل كده لانها كانت جيده وفيها جهد كبير. الكونسبت بتاع الجوفرنس احنا في مصر كمان للاسف ما احناش فاهمينه برضو كويس. يعني الجوفرنس بمعناها السليم مش بس اداء كويس جوه الحكومه في كفاءه, ده علاقه جيده ما بين الحكومه والقطاع الخاص, وبين لها ليفل ثالث بقى, علاقه جيده ما بين الحكومه والقطاع الخاص والشعب. لو ده حصل, لو الكلام ده موجود, يبقى احنا بنتكلم بقى على تشاور يترجم الى قرارات, تشاور يترجم الى معلومه تاخذ بها الحكومه. النقطه بتاع الدكتور حسام الخاصه بالريجوليتور, لا احنا ما عندناش ريجوليتور بوديز, احنا الريجوليتورنج بوديز كلها المتخصصه يراسها الوزير المنفذ, وبالتالي الحكومه بتعمل وبتنفذ وبتقيم نفسها وبتسقف لنفسها, وبعدين بنستغرب ان احنا ما بنتحركش البعيد ازاي. الرقابة احنا بنحاول في الاي سي اس نعمل الرقابة وبنرفعها لرئيس الجمهورية على فكرة بالبرنيتة الثانية, موضوع البرانيد ده لطيف, يعني ان احنا كل التقييمات وكل نتائج الندوات وكل نتائج المؤتمرات احنا بنعمل كده فعلا بنرفعها. النائبة سيلفي يعني كلامك حلو بس بيتعبني, ليه بقى؟ هقول لك ليه. لان انتوا في ايدكم كل حاجة, انتوا تقولي المجتمع المدني زي ما قال الدكتور زياد, المجتمع المدني رايح في 60 داهية. واللي لازم تعرفيه بقى كمان ان القانون بالرغم ان اللائحة التنفيذية بتاعته لسه ما طلعتش, القانون في واقع الامر بينفذ. يعني وزارة التضامن, يعني التضامن اما تيجي دلوقتي اي حاجة والحاجات القديمة بيقولك اصل القانون قال, بس يا جماعة مفيش لائحة تنفيذية, اصل القانون قال, ورايح على مصر فلوس كتيرة جدا, حاجات كتيرة جدا في الريسيرش احنا نفسنا كاي سي اس حاسين بيها وبنعاني منها. فموضوع المجتمع المدني ده انتوا اللي لازم تحركوه. حكاية ان احنا نديكم معلومات, اعتقد الاي سي اس عامل في الحتة دي دور فظيع, بس المهم انكم تحضروا. يعني انا شايف مجموعة من النواب لكن ما اعتقدش ان هي مجموعة كبيرة, يعني ان الدعوة رايحة ل 600 نائب, فيعني اعتقد ان انتم محتاجين تكونوا موجودين. لكن الدور بتاع ان لازم يكون معلومات متاحة لدى البرلمان عشان يعرف ياخد قرارات جيدة موجودة. الاستاذ عمرو فتحي انا بشكر حضرتك على 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 دعوة ان الاعلام يسمع, وياريت حضرتك بقى تساعد في دي. يعني احنا في كل الندوات بتاعتنا بنتكلم بشفافية شديدة, ومطلوب ان البرامج تكون موجودة وتسأل وتقيم. احنا بنعمل نقدر عليه في التوصيل ليس للدعاية ولكن عشان المعلومة الصح توصل, بس ياريت تساعدنا في هذا المنطلق. اخيرا اخر نقطة اللي هي الخاصة سيادة السفير اتكلم عليها, اللي هي الخاصة بأنه هنرتقي بالسلف أسسمنت والسلف كريتيسيزم وبالمقارنة بالدول الأخرى. الإي سي اس عامل مجموعة من المراصد بتاعة التنافسية القطاعية, وده اللي هنتكلم عليها الحقيقة في الجلسة الثانية, وإن شاء الله يعني تكونوا معانا. بس هي فكرة إن أنا بقارن وبشوف التاني فين, هو ده مربط الفرس, لأن احنا متعودين للأسف إن احنا دايما نقارن نفسنا مع نفسنا ونتبسط قوي, احنا زدنا 10%, يا سلام. طب ما التاني, شوف التاني راح فين, ده المنافس بتاعك. يعني اعتقد ان فدي نقطه جيده جدا حضرتك قلتها, واحنا بنحاول نعملها وعاملينها للسياحه, وانا اعتقد ان دي يعني النهايه الصح عشان نخش على الجلسه الثانيه. هتقول لنا هي بقى هنعمل بريك قد ايه؟ دلوقتي في لانش بريك وهنرجع تاني الساعه 12 وربع عشان الجلسه الثانيه. الحقيقة عبلة انطلقت في آخر تعليق, وده الحقيقة دور إي سي إس. فأشكرك يا عبلة, أشكركم جميعا على الحضور وعلى المشاركة, وشكرا جزيلا.